السلام عليكم ومساء الخير. عندي بان مشكلة، العنوان ما لا بعرفش. على شيء ريتشي، مساء الخير، مرحبا بك. بالجيم الحمد لله، عندي واش مشكل مع تكتب لي في العنوان، العنوان ولا ما بغاش تكتب لي. علاش انا ما كنكتبش تركت بالكلافي العربية، بهيتي دونك ما فهمتش؟ تندير لا كنكتب، كندير كوبي وتنحطها، انا ما كنكتبش العربية اكتب في عنديش في التليفون. مساء النور رشيد، مساء مساء النور الخير فراسي، غدي الصباح، مساء الخير. مرحبا. تنحاول نقاد العنوان، اكتبوا انا بالفرنسي نخرج، انا نخرج ورجع، انا نخرج ورجع. وما تعطلش باش ما يهبطش اللايف. لا اوكي، قلت لك تندخل تما تنحاول نكتبه، والو حلف الى تبدل. ما يمكنش. اول والله يا ماما، انا غادي نعاود نحيد هذه. السلام، مرحبا بالجميع. لا والو والله يا ماما، اكتبوا بالفرنسية. تيك توك ولا يكره تيك توك ولا يكره العربية العربية. تاعو؟ والله يا ما نعرف، وحنا بغينا نبقاو في لغتنا الأصلية، مبغيناش نغيروها. دير شي لافيتة اكتبها في شي ورقة وعلقها موراك. نديرها نعلقها في صدري واقيلا. لا ديرها هنايا عاد تدخل دير باش العنوان غير في باش ما الصدر. نبقاوش اللي دخل نقولوا ليها شنو كاين، ها شنو كاين، ها شنو كاين. غادي ندير في كومسا، غادي نحاول نديرها بالفرنسي. احنا ما بغيناش نفرنسوها اليوم، ولكن كيس كيسي كومو حضيع قال لك، افكتيري قالت لك واحد الاخت قال لك راه غير الحضيع كومو، حابينا متفق معك، كومو حابينا افكت كومو افكت شكون بقى حضيع. افكت. شكون قال لك؟ عندي راب الفرنسي حيت ما بغاش تحط بالعربية حتى اليوم، معكس هذاكش. كومو افكت تيل، ما بغاش تكمل. كومو افكت، خلي اشوفك واش تخرج. طب انت غادا بالعكس، الفرنسية هي بغات تخدم، المهم ما كاملاش حيت ما عندكش فين تكتب بزاف الحوايج. سي لاين كيسكو سي اي كومو سا افكت، كومو افكت تيل لي جون. شنو قلنا؟ الكراهية والتأثير ديالها على الشخص أو على الإنسان. الكراهية ما هي وكيف تؤثر على الإنسان؟ الحمد لله. هذا هو العنوان العربية اللي كنا بغينا نديره، ولكن للأسف ما مشاش. غوز دي صابل في مشات. هلو، مساء الخير، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة اليوم. لتنظر الموضوع حتى هو جد هام. إن كراهية، كراهية أخي. أم يقول سليم لك كتبات بالعربية قوص الكراهية قو تأثر على قوص قوصوا الإنسان. عليك، قلت لك قوصوا عليك. واش غدير؟ ماشي مشكل نهاني. مساء الخير جميعا، مرحبا بكم. واحد الأخ كتب ليك واش يمكن تهضر على الأمن الخاص في المغرب. بطبيعة الحال راني هضرت عليه شحال من مرة، الأمن الخاص باش تعرفوا، وكنت من الناس الاوائل او كان الوحيد اللي كان كيدافع على ذاك المهنه الشريفه ديال الامن الخاص، باش تكون كيف كاينه في اوروبا. راها مهنه، راه ماشي عساس كي كيقولوا في المغرب او الحقره وزيد وزيد. ولكن بين قوسين الاخ اللي قال لك هضر على الامن الخاص، السلام عليكم. عرفتي شكون اللي، عرفتي شكون اللي مطيح الدل على الامن الخاص؟ هما دوك المديرين او دوك اللي عندهم الشركات، ماشي كلهم ولكن واحد النسبه كبيره مطيحه الدل على راسها حيت هما بوشكارة، ومطيحين الدل على الناس اللي خدامين معاهم. اما اللي عاطي القيمه لراسو راه حتى الناس اللي خدامين معاه عندهم قيمه، ولكن للاسف هذوك بوشكارة هما اللي خارجين عليها بحال اي مهنه للاسف. شكرا. سؤال اخير، ماشي سؤال اخير، تدخل اخير، هو واش الصوت والصوره كتبان لكم؟ ديالي، ديال ريتشي، ديال غوزي صابل، او خاصه انا اللي طالع في المنصه كنقولوا مزيان، كلشي مزيان. كل شيء مزيان؟ يس سلام، مزيان، مرحبا. very clear،
اوكي سوبر، سانك سيغ سانك، شكرا شكرا لكم كثيرا. موضوع ديال اليوم، اول حاجه كي قلنا مرحبا بكم ومعنا في هذه الحلقه ديال اليوم. موضوع اليوم هو تهمنا كلنا. علاش كنقول كلنا؟ حنا كنهضروا على المغرب، كل شعب وكل شعوب يحاولوا يغيروا نفسهم او يغيروا شعبهم. حنا ما تنكريتيكو حتى شي واحد. إن كاين واحد الكلمة اللي تنسميو الكراهية، الحسد والحقد، ودخل فيها بزاف ديال دوك لي سينونيم على المشتقات واش غنسميوها، هي الكراهية. إنك كنت كتعطى بطولة العالم في الكراهية، أقسم بالله غنربحوها، بالله العظيم غادي نربحوها، ولكن للأسف باقي ما داروهاش. ولكن إلا دافعتوا عليها غادي تولي، أو اللي عندهم الكراهية. أنا ما كنعممش، ولكن عندنا واحد النسبة كتيرة خدامة بفمها، غير بفمها، خدامة غير بفمها. علاش؟ ما نعرف. اللايف اللي كنديرو كل ثلاثة وكل جمعة هو اللايف ديالكم هذا، ماشي ديالنا. احنا كنجيو كنشطو معكم واحد الساعة، ساعة ونص، كندوزو واحد الوقت زوين، كنستافدوا منكم، كتستافدوا منا، وكنستافدوا من بعضياتنا. شحال ديال الاخوان اللي كيطلعوا، اخوات، كل واحد عنده القصه ديالو اللي كناخذوها كعبره، وكاين اللي عنده نصائح او تدخلات مهنيه اللي كينفعنا بهم. يعني كنا كنديو معانا شي حاجه. ولكن اللي ما نبغيش هو ان واحد كيطلع في اللايف وكي اش غنقول لك، ماشي كيطلع تيحضر معانا او كيشوفوا معانا اللايف، ومن بعد كي صافي كنسالي وتيدوز اللايف اخر، من هذا اللايف تيدوز لهذا اللايف، تبقى خدام باللعيبه تاع الصباح، طلع طلع طلع، يعني بحال ما استفدتي والو، كتضيع الوقت لراسك. دائما كنقول شد واحد 5 دقائق من بعد وراجع مع راسك هذا الموضوع، دير انت عليه محاضره لراسك على حسب الامكانيات الثقافيه ديالك والامكانيات الماديه. حنا كاع ما تسوق لينا كاع، ولكن راه تنديروا واحد المواضيع باش كنحاولوا نزعزعوا بنادم، كنحاولوا ندخلوا لك الدماغ، نغديوا لك الدماغ ديالك، باش يمكن نكونوا ناس احسن، نكونوا مغاربه احسن، نكونوا سفراء ديال بلادنا، السفراء ديال بعضياتنا، ويمكن نخليو شي حاجه لوليداتنا اللي جايين، اللي عنده الوليدات. راه بعض المرات راه تيبان ليا ما مخليين ليهم والو، مخلي لهم غير هذاك الشيء الخايب. راجعوا، ديروا إعادة النظر في السلوك ديالكم، في التصرفات ديالكم، وشحال من حاجة. اللايف هذا كنديروه لكل شيء، يعني كندرجوا أغلبية الهضرة ديالنا، كنكونوا كندرجوا، يعني قاري ما قاريش، مثقف واعي ما واعيش، كيما بغيتي تكون من أي منطقة ديال المغرب، راك غادي تفهم الدارجة ديالنا. ما كنزوقوش عليكم، ما بغيناش نزوقو، ما كنزوقوش. يمكن بعض المرات نستعملوا بعض الالفاظ اجنبيه ولا هذا، ولكن هذوك تيبقاو غير بين قوسين، يعني ما مسيطرينش لينا على الحلقه. الكراهيه كي كتعرفوا هي واحد الشعور اللي عندنا كلنا، غير كي اللي تيعرف يتعامل معاه، وكي اللي ما تيعرفش يتعامل معاه، كي اللي تيقتلو باش ما كيخرجش، وكاين اللي طالق غادي طالق مسعود البروده، غادي تيكره في راسو، تيكره في بلادو، تيكره في كل شيء اللي تلاقاه تيكره. هو كي كنقول هو الكراهيه هو واحد الشعور عميق بالعداوه او النفور تجاه واحد الشخص او واحد المجموعه او واحد الشيء معين. من بعد غادي نجيو ليها دقه دقه، مي هي كتختلف، هاد المشاعر ديال الكراهيه كتختلف من شخص لشخص، وبعض المرات كتقد تكون نتيجة ديال واحد التجارب ديال واحد الشخص أو تجارب شخصية اللي هي سلبية. من بعد غادي نشوفو حتى الأسباب ديالها، وزيد وزيد. هذا هو التعريف البسيط والصغير اللي كنقدو نقولو ديال شنو هي الأسباب أخي رشيد؟ شوف الأسباب ديال شنو الأسباب ديال الكراهية، وشكون علاش الإنسان تيكره مثلا؟ واشو الكراهية؟ ماشي هي كي كنقولوا، ماشي غير مجرد واحد الشعور داخلي، ولكن يمكن تؤدي لواحد السلوكيات وأفعال
عدوانية أو عدائية باش تآذي واحد الشخص آخر، إما لفظيا أو بالعنف الجسدي ولا هذا. الأسباب ديالها تقد يكونوا مختلفين، وهما كيتغيروا من شخص لشخص. ومي كنعطيو دائما واحد اللايف ولا هذا، احنا كنعمموا من بعد كل قضية ولا هذا، راه كيمكن تخدم بوحدها أو تشخص بوحدها، بحال الأمراض وأي حاجة. ما يمكنش تعطي نفس الدواء للناس كلهم أو نفس الطريقة ديال العلاج كتخدمها مع الناس كلهم، راه كل واحد والطريقة ديالو. مي كيمشيو لأسباب الكراهية، كتلقى بعض المرات التجارب الشخصية، شي واحد مر بشي تجارب شخصية، تجارب سلبية، حتى كيولي او مع شي مجموعات او مع بعض الافراد، حتى كيولي راجع للور، كاين اللي تعرض مثلا للخيانه، الاهانه او الاساءه عامه. وهذه كي كنقول لك تجارب شخصيه، راه تطرى العدد ديال الناس خاصه خارج الوطن او حتى داخل الوطن، تيولي حاضي من ولاد بلاده وبنات بلاده اكثر ما حاضي من ناس اخرين اجانب. علاش؟ حيت كتكون طرات لك واحد التجربه مثلا خارج الوطن، بغيتي تساعد واحد الانسان او واحد الانسانه، وردوا لك بوم زوي، انت كترجع اللور كتقول انا المغاربه ديال ولاد بلادي ما بقيت باغي نشوفهم، ما بقيت ندير معاهم، بغيت نتلاقى معاهم، ما بغيت نرجع والو. هذه كتكون تجارب تجارب شخصيه. بعض المرات كتكون ديك التحيزات ثقافيه او العرقيه، حيت بعض المرات كنقدروا نغذيو هذيك الكراهيه ديالها ديالنا ضد شي ناس اللي عندهم دين مختلف او واحد ثقافه وحده، وزيد وزيد. بحال بعض المرات حتى هي كتلقى الناس عايشين خارج الوطن وتيقول لك هذوك كفار وهذوك خاصهم وهذوك خاصهم، هو عايش وسط بلادهم. ولا كانوا كفار اخويا، سير عند بلاد المسلمين مثلا وشوف اش غيديروا معاك، عطاك العصا والزروطه من انت كتفيق، والعبوديه. ولكن للاسف بعض الاسباب قد يكون الجهل والخوف، الجهل من شي حاجه ما كتعرفهاش او واحد الانسان ما كتعرفوش او واحد الخوف حتى منه، كيولي كيتغير لك الكراهيه ما بين شعوب وديانات وزيد وزيد. كاين التاثيرات الاجتماعيه والتاثيرات السياسيه حتى هي اللي كتخلق عدد ديال الكراهيه ما بين الناس. تنظن هادو هما النقاط اللي نبقاو فيهم، ونشوفوا لك كان شي اخ او اخت عنده تجربه في هذا الميدان، راك تنظن كلنا عندنا غير من هذا المنبر. الا كان شي واحد تيكرهني على شي حاجه، طلع قولها ولا طلع واش صارح الكراهية راسك كتكبر؟ بطبيعه الحال. رشيد، نعم، واش الكراهية كتكبر؟ واش كتكبر في العائلة مثلا، ولا الدري كيكبر مع كتكون عنده الحياة، يعني يكون الصراع في العائلة، الكره، واش كتكبر يعني كغريزة مثلا تيكبر فيها الإنسان؟ أنا بعدا ما تنكرهش، مهما كان الحال ما كنكرهش الإنسان، شوف الكراهية عمري كره شي كتقدر. واحد، أنا مهما كان واخا يدير ليا شي حاجة ما شو احنا دابا نعطيك كمثال، الكراهية كتولد بعض المرات في العائلات، الوسط العائلي. نعطيك كمثال، هذا كيبين على الغباء ديال بعض العائلات للأسف، هذا خاصنا نكونوا صريحين مع راسنا. بعض المرات نقول لك مثلا ملي كنا صغار، وهادشي كل يوم حنا بلا ما نرجعوا للستينات السبعينات تاعنا، نبقاوها اليوم، كتلقى واحد العائلة غا جالسة ولا شي حاجة، وتقد يكون دايز واحد الإنسان معوق مثلا، واحد الإعاقة، أو كي شي واحد كيهضر بشي طريقة كيتمتم أو شي حاجة، كبدا يضحكوا عليه الناس، فاهمين؟ ملي كتبدا تضحك عليه، بعض المرات كيبداو يكريتيكو بحال راه داك الإنسان راه ناقص. واش كتعطي انت ميساج للدراري بطريقه مباشره او غير مباشره؟ كيولي كيكرهوا هذاك النوع ديال الناس اللي فيهم هذيك الاعاقه. او واحد كتلقاه غليظ وحالتي معاهم، رقاقيتي وحالتي معاهم، راك حنا الشعب راه في شكل، راه بلا ما نزيدو نكثروا عليه، راه كنخلقوا الكراهيه في هذوك الخلافات او الاختلافات اللي كاينين ما بين الناس اخرين وناس اخرى. حيت ملي كتضحك مع ولدك على واحد الناس اخرين او مع بنتك، راك كتاكد ليه هذوك راه ضحكه، راه انت هو اكبر ضحكه، ولكن راك ما عارفهاش. بطبيعه الحال الكراهيه كتقد تكبر، شنو ملي كنقولوا كتقد تكبر، كتقد تدوز لمرحله واحده اخرى، ماشي تنكرهك من البعيد، كنكرهك وباغي ناذيك، نقد نشري لك الصداع، نطلق عليك اشاعات خايبه، نقد ناذيك جسديا ونفسيا. بطبيعه الحال هي الاولى، ولكن غنقدو ندوزو للعنف حتى هو الجسدي.
وفين وصلنا؟ علاش؟ على والو. ملي كتجلس مع بنادم مالك ما حاملكش، بعض المرات ما حاملكش على والو، هو ما حاملش راسو، ما حاملش الوضعيه ديالو، وخصو يطردك على شي واحد باش تتولي دائما السبب هو ذاك الانسان، هو تيلعب لك دور الضحيه. هذا هو حالنا، فهمتي؟ ما كاينش شي حاجه اخرى. تيبان لي طالع معنا واحد ضيف او واحد ضيف. ليه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. غير واحد الحاجه. وي تفضل. الاخ اللي معنا، السلام عليكم. اش من دوله او مدينه؟ تمارة. من تمارة. مرحبا. الرباط. اخويا الله يجزاك. الرباط الله يجزاك بخير. مرحبا. كنت دويت معك، كنت صيفطك في الخاص. الخاص من خاص فيهم؟ شمن تيك توك. كتبتك في الخاص، قلت لي ضروري شي، قلت لي جراف. ما فهمتكش، ما سمعتش، اسمح لي. تبكي لي على شي موضوع؟ على شي موضوع اللي انت بغيتي تهضر معايا فيه على الخاص. عندي واحد جوج اطفال اعاقه، جوج بغيت اللي يعاوني على الادويه. عندك جوج الاطفال عندهم اعاقه؟ شمن النوع ديال الاعاقه الاخ؟ عندهم شلل دماغي. اوكي. والدواء عندهم في المغرب؟ تناخذ ديم الدواء. وشحال كيتقام عليك في الشهر؟ الدواء وكاري تقام لي واحد الدواء تناخذو ديال المعده باش يردوا لي الشرد. لا ما شربتش واحد الدواء تيردوا لي الدم، عندهم المعده. لا فهمتك فهمتك. واش بجوج فيهم؟ بجوج. بجوج. وشحال كتشري الدواء؟ دابا نصيفطك، دابا نصيفطك هذوك الوراق كامل نصيفطهم لك. اللي ديال الطبيب كامل نصيفطهم لك وتشوفهم، حيت ندوي معاك، حيت صيفطك هذاك الشيء، صيفطك وليداتي في الخاص. اوكي. انا نعاود نرجع، حيت بعض المرات ما كنشوفش انا كاع ذاك الميساجات اللي كيجيو، ماشي انا اللي كنشوفهم كلهم، كاين واحد الناس كيساعدوني ان كيجي ذاك الشيء كثير. الله يجازيك بخير. ولكن نعاود ندخل ونشوفهم ونشوف كان شي امكانيه المساعده. كتبت لي السي رشيد، كتبت لي كراف، صيفط لك وليداتي، واللي بغى يجي يشوفهم الف الف مرحبا. لا ما 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 تبينش ولادك حتى شي واحد، وحنا كنحاولوا نثقوا ببعضياتنا، ماشي غادي ضروري تجي متاكد. دابا نصيفط لك نمرتي في الخاص ونوريهم لك في واتساب. لا بلا ما توريهم لي، غنهضروا، ما توريهمش لي وليداتك، خليهم هذوك الحرمه ديالك، هذوك ما تنبرهمش لاي واحد. عرفتك، تنظن راني غير من الهضره ديالك راني قريتك، ما محتاجش انا تبين لي. جزاك بخير. وخويا رشيد الكاري، والخدمه على قد الحال، وعارف كل شيء. دابا انت راك عارف الوضعيه. الله يحسن العوان. لا عارف اخويا، عارف. تينا عسوريه بن سينا، شي تخنقوا لي حتى في الاكسجين. صافي الله العظيم. انت في التميره؟ تناخذ يوم هذاك دي باكين، تناخذ يوم واحد الدواء ديال المعده. نعم. بقى معايا عبد الرحيم، عطيها الكلمه للاخصائيه اللي معنا. غزي صابر، بغيتي تقول شي حاجه؟ وي، حيت انا كنت فايت متواصل معايا شي حد اخر عندهم بحال هاد لي سيتوياسيون. راه كاينين لي بريزون شارج، كاينين لي بريزون شارج راه تيهضر على المغرب. رشيد، كاينين لي بريزون شارج ميم ديال لي مالادي كرونيك 100% في لي زوبيتو بوبليك. راه يفو با سو لوغي دو. لا شوف، راه بريزون شارج كاينه، ولكن راه تيردو لك هذا هنايا. نتفاهمو. خاصو يصاوب الدوسي ديالو. كاين مستشفى للاطفال وكيعطيو الدواء وكيعطيو كل شيء. دابا السيد هو اول دواء معاك، قال لك كياخذ لهم الدواء. واش كتاخذو من السبيطار؟ بالتاكيد ياك. والله اخويا فوالا، لا بلاتي ما جاوبش. عبد الرحيم كتسمعني؟ ما عندوش الريزو. واش الدواء كتاخذو من السبيطار فابور مع الدوله ولا كتشريه؟ لا، تيكون الناس تينعس لك 15 يوم شهر، تيبداو يديروا لهم الاكسجين ويديروا لهم الترويض باش
حيت ما تيردش هذيك الخيمه حاشاك ديالو تيفرض تيخرجوا ليه بواحد السبيراتور. نعم فوالا كاينه اون بريزون شارج. انا نقول لك رشيد كاين بلاتي بلاتي خلي رساله عافاك سي رشيد عاوتاني تمشي سي رشيد عاوتاني تمشي كون له حسن تيدوزوا ليه ما داك الشيء وما تيخرجوا تيخرجوا تيكتب لك ورقه يكتب لك ورقه ويقول لك سير خذ الطبيب من الفارماسي. اه فوالا اوكي دونك مي هما في السبيطار راهم تيعطيهم الدواء ما تيخرجوش يقول لك شغلك هذاك ياك. اوكي المهم شو عبد الرحيم حيت ماشي الموضوع ديال اليوم ماشي مشكل اكتب لي صيفط النمره وانا كنوعدك غنتصل بك هذا الاسبوع. الله يجازيك بخير الله يطولنا عمرك. يلا مرحبا اخي عبد الرحيم ماشي مشكل مرحبا الله يشافيهم الله يرحم لك الوالدين الله يصلح لك والدينا والدك شكرا شكرا يلا مرحبا. راكي كتشوفوا الوضعيه بحال هاد الاوضاع اللي كي دوك كانطانير هنوم رشيد مي كتشوفوا هاد الوضعيه بحال دوك كانطانير هنوم طاك مي كت اني كلور مي كتسمعوا بحال هاد بحال هاد الاحداث اللي كيطراو راه كثير هاد الشيء هذا الناس اللي كيتعالجوا واللي كي ما كاينش راكم عارفين الوضعيه ما بقاوش نزوقوا حنا راكم عارفين السبيطارات كي دايرين راكم عارفين شحال من حاجه واكفز حاجه سمعت اليوم راه تنظن سمعتوها كلكم ديال الناس اللي بغاو يديروا الحريق جماعي راه كاع البوليس المخازنيه الدارك طلعوا للشمال تنظن واش سمعتوها هذو الاخوان سمعتوها عاد نرجعوا للموضوع ديالنا واش سمعتوا بالله النص تاع المغرب طلع للشمال راه منوضين قرباله بغاو يحرقوا حريق جماعي بغاو يدخلوا للسبته ما سمعتوهاش غير قلبوا على راسكم ها وكاين اللي قال لك سمعناها راه الفيديوهات على الجد كيدوروا انا راه وصلني شحال من فيديو وفين كان الحكومه وفينك وزيد وزيد بقاو نخسروا الهضره عاوتاني يلا حتى كنبغيو نسكتوا من بعد كيسخنوك ها الناس طالعين عرفتي شحال ديال الشباب غير دخلوا قلبوا راه غتلقاو الفيديوهات على الجد راه اللايف دابا في الفنيدق اكزاكتومون الفنيدق طالعين اش غنقول لك شفتو شفت الفيديو على الجد النص المغرب باغي يحرق وفين هما هاد المسؤولين ناعسين فين هما ما كاينينش ومن الاحسن بلاص ما تطلعوا للفنيدق غتحرقوا مزيان انا معاكم هبطوا لدوك المسؤولين وهجموا عليهم هذا هو اللي ديروا راه ما يقدوش عليكم لا بوليس لا مخزنيه ولا ما شحال من واحد غيخرجوا عليكم يخرجوا راه والله ما يقدوا عليكم الا تضامنتوا بالصح ولكن تيبان لي غير الدراري الصغار اللي مضامنين وفيكم الرجوله ما كايناش بقاو تما كتاكلوا العصا هما جالسين كيسرقوا الثروات ديال البلاد وكيسرقوا لكم رزقكم وتما بقينا هذا اللي كاين نشوفوا شكون التدخل اللي معنا العربي مساء الخير تفضل العربي تفضل كيداير اخويا رشيد لاباس عليك مرحبا الله يبارك فيك العربي منين كتعيط انا كنهضر معك من مدريد اخويا مرحبا العربي من مدريد شنو التدخل ديالك انا حاجه واحده اللي جيت باش انا كنتفرج بك ديب هذا هو المهم من هادشي كامل مرحبا بك شكرا نسلم عليك ونقول تحياتي ليك وراك عندنا عزيز بزاف والله انا متبعك ملي كنتي هبطتي للمغرب ويعني مده طويله صراحه شكرا العربي شكرا عندي عزيز الله يبارك فيك وكلمه واحده الله ياخذ الحق في هذوك الناس اللي كيتعداو على ذوك الناس في المغرب امين نتمناه هذا هو المهم من هادشي كامل وتحيه ليك وشكرا بزاف والله يسهل عليك والله يخليك من الفقر شكرا لك الله يكبر بك شكرا عبد الرحيم الله يوفقك العربي شكرا تحيه انا ولد سيدي سليمان انا ولد سيدي سليمان الغرب احنا كاع ولاد الغرب انا ولد قنيطره ومعنا الريتشي ود الخميسه ترى جبنا التريونجل تما سي سليمان تحياتي ليك اخويا يلا شكرا الله يكبر بك شكرا مع السلامه مرحبا شكرا شكرا راكي قلنا حنايا ملي تنهضروا على الكراهيه راه بعض المرات ما تنبغيش نفهم بعضياتنا شي ما تنبغيش انا تنعياو ندرسوا في الشعوب ندرسوا في الثقافات نعياو نحاولوا نتقفوا نفهموا ولكن خوتنا ما فهمنا والو حيت الاخت سد الميكرو عفاك فاطمه سدي لك الميكرو طب كاين تيصيفطو هما تيصيفطو كيبقاو بقى واحد ساهي اوكي شوف هاد الحاجه اللي تيبان لي حاجه وحده انا اللي تنعرف اللي حنا اتفقنا عليها ان حرام هو لحم الخنزير
لا انا ما تناكلش الحلوف اودي اكلوا وكونوا ولد الناس. لا حنا اتفقنا هو لحم الخنزير هو الحرام، اما الكراهيه السبان الظلم تحياتي سالي. التعدو الرشوه هادشي كله حلال ياك. ما عرفتش شكون اللي اتفق معايا، واش اتفقين معايا ولا متفقينش معايا؟ إن كي قلت لكم غنعاود الهضره، ما انا ما فهمت والو في خوتنا، ما بقيتش كنفهم عادات ديال خوتنا المغاربه لدرجه واحد شد تيقارو بزاف. والصحاب تيوليو عندك قدكم، غير الصحاب ديال الطفوله هذيك رجوله واحده اخرى ما كتعاودش، والصحاب الجداد شي حاجه قليله 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 محسوبه على الاصابع. علاش؟ ان بنادم يجلس معاك اليوم وغدا يخرج عليك افلام وزيد زيد، يعني النفاق. وكي قلت لكم حنا تنهضروا على المسلمين ماشي على المغاربه، او بلا ما نقولوا العرب حيت كاين عرب اللي هما مسيحيين وزيد زيد، اتفقنا على ما ناكلوش الخنزير الحلوف. وكي قلت لكم الشفره الهضره في الناس الكراهيه القوالب النفاق الرشوه الظلم التعدو، وهذاك حلال يرزق. ما عرفتش ما فهم فهمت حماقي كنقولوا. كاين شي واحد يبغي خنزير يفهم ليا انا راه ما فهمتش. اش قلت يا خنزير ما رشيد؟ كاينش عند الجزار، ولكن كاين الرج عند مول بيسم. الله الحلوف كيتباع في المغرب قال لك ما كاينش، راه كاين الحلوف كيشريوه الناس اصاحبي في مرجان، في مرجان. لا ماشي في مرجان، كاين الجزار كيبيع لك الحلوف وكيبيع لك اللحم العادي وتيبيع لك اللحم العود. انا كنت كنشري العود. ما عمري شفت انا الخنزير عند الجزار رشيد. لا انا كاين مراكش والله الا كنت كنشوفه بالله. كاين في مراكش رشيد. لك خادك السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اسمع شكون اللي معنا بعدا؟ سلام خويا رشيد، معك كريم، تحيه قنيطريه مرحبا. كريم مرحبا. واش واش ذاك المره تاع قنيطري تقول لي مراكش الحلوف؟ لا لا مشيت، لا شوف مشيت لتما وخدمت تما سنين قبل ما نهاجر الميريكان، غير تزكيه للكلام ديالك وخلاص. لخويا رشيد لا مرحبا، فين عايش في ميريكان؟ انا في ولايه اوهايو. اوهايو اوكي. واخويا رشيد اش غادي نقول لك بعدا؟ اولا على السريع الله يكون مرحبا بمتالك. شكرا. انت مفخره للمغاربه صراحه. شكرا خويا شكرا. الانسان المغربي التائه اللي وصل لواحد المستوى من الوعي، ربما ضرب ديك 20 30 عام 40 عام وبدا كيطرح عندك التساؤلات الوجوديه ديال شكون انا وشنو هي ثقافتي وش كيفاش خصنا نكون وعلاش انا عايش كاع وعلاش انا عايش كاع. ملي كتشوف ملي كتشوف بحال، وانا لا ازكيك وما بغيتش نحطك في المجهر لان هذا ماشي هو الموضوع، ولكن حنا المغاربه في حاجه ماسه 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 للناس بحالك اخويا رشيد، واللي قدوه واللي قدوه في اي مجال بطبيعه الحال. المهم نرجع بعجاله للمساله ديال الكراهيه. مرحبا رشيد. نعم الله يعزك. ربما طرقتي لهذا الشق، انا بغيت غير نركز عليه لانه نعم. مهم جدا، هو الشق الطفولي ديالنا، لان المغربي منين تيكبر حنا كاع كبرنا في الضغوطات، والوالدين ديالنا ما غاديش نلومهم مثلا، لو سيستيم سكولير، حتى المنظومه الاجتماعيه كاين بزاف ديال الاكراهات، والطفل تيكبر تيتسربوا ليه هاد لي نيفروز ديال الكراهيه تيتسربوا ليه، وربما ما تيخرجوا حتى كيتصادم مع شي سيتياسيون في 40 عام 30 عام. نعم انا كنظن المساله ديال الكراهيه عندها علاقه بسميتو، لان راك عارف كاين داك السيلف والفو سيلف، انت ديك الذات الحقيقيه والذات الخياليه. خياليه نعم. الاغلبيه كتلقاه مسكين كيتصارع مع الذات الخياليه، لانه في المنظومه اللي عاش فيها في العائله ولا في الخدمه ولا كذا، هو باغي غير ساتيسفي داك الاخر. نعم. يعني اللي دار ليه شي حاجه خاصو يا اما غيكرهو، يا اما غادي يدير معاه مزيان بحيث انه باغي يليميني واحد الالام ولا شي حاجه بحال هكا. انا كنقول المساله ديال الطفوله هذه مهمه بزاف، ان الانسان يخدم على راسو، وانت راه دائما في خطابات ديالك كتشير لهذه النقطه. نعم. الانسان يخدم على راسو، وراه كاين مجهود، كاين واحد المجهود يعني مضني، غير هو الانسان بارفوا الله يحسن العوان اش غنقول لك، كاين مساله الخوف، وما كايناش لو موديل. دابا داك المثال اللي غتقدر تحتدي به ما كاينش، ما كاينش، قليل قليل. فين غادي الدور؟ فين انت تشوف في في في, في, في سميتو في الفضاء الاجتماعي، ها اللي كيسب، ها اللي كي هذا، يعني شو شو الانسان اللي كيقلب على واحد الموديل وتيقول، حيت حنا بيني وبينك باش كنترباو بالريبيتيسيون. نعم.
يعني الاغلبيه كنتربوا بالريبيتيسيون، يعني كنبقاو نعاودوا الحاجه نعاودوا نعاودوا حتى كتولي معتقد عندنا في الدماغ. وبارفو ديك الحاجه اللي كنريبيتيو هي كتكون يعني كتكون كتعود علينا بواحد المضره، وحنا ما عايقينش لاننا كنديروا لي بليزير باش نديروا بلاصتنا في المجتمع. لدرجه تتولي الكراهيه عمله. تخيل معايا دابا باش تقبل، باش تقبل حتى فواحد المحيط كتولي بحالهم. كتولي الكراهيه واحد بحال واحد العمله خصني نتعامل بها باش ندير بلاصتي. راه تما فين كتحضر النقطه ديال الشخصيه القويه. هاد الشخصيه القويه ما كتاثرش باي كلام تاع الناس، ما كتاثرش باي بحال باي محيط. تماما اخويا رشيد، تماما اخويا رشيد. وهاد المساله هذه حباده واحد المره، انا حضرت لواحد ثاني مره كندخل النهار اللي قلتي بينا نهار الجمعه غيكون الموضوع الكراهيه. انا حباده، وهذا يعني غير مرحبا تفضل راح متواضع، حباده يكونوا نقاشات على هاد الشخصيه القويه، يعني يكون واحد خطاب بوزيتيف، لان كاين الناس اللي كيسمعوا ولو انهم ما كيتفاعلوش، ولكن راه كتمشي ديك الهضره اللاوعي الانسان وتيمشي يخمم فيها. نعم. ويولي يهبطها للواقع فين يولي براكتيسي شي شويه. احنا في حاجه ماسه الموديل اخويا رشيد والله. اخويا انا راني 20 عام هنا. نعم. ولا يعني ما نحكيش لك على المغاربه باش ما نسيب ليهمش ولا نقول لك العرب. نعم. هادو غير ادعاءات. دابا الانسان نعم. عامر بالادعاءات، تيجي واحد تيبقى يعطيك ادعاء عارف هذاك الشيء شي اساس من الصحه وتيبني عليه واحد السفسطائيه، وواحد تيسمعو في الاخر تيتبناه وتيقول هذا هو الحقيقه. هذا هو الحقيقه. غير الكذوب غير الكذوب غير الكذوب. دابا شحال من واحد مسكين كيتسربوا لي هذه الافكار الخاويه. الانسان عاوتاني خص تكون عندنا الاليات ديال التمحيص، ماشي اي واحد تيهضر اوتوماتيكمون غادي نتفاعلوا مع حس غادي نثقوا فيه. نعم. شوف كي كنقول كي كنقول دائما اذا كان لديك عينان فلماذا ترى الناس بأذنيك؟ الله أكبر. ولماذا ترى الناس بأعين الآخرين؟ نتمنى الميساج وصل. إن أعطاك الله، أعطانا الله جوج ديال الودنين وأعطانا الله فم واحد، يعني غنسمعوا أكثر مما كنهضروا. ها وحدة ثانية، أعطانا الله عينين حنا وفمنا، حنا خصنا نشوفوا حنا خصنا نسمعوا، ماشي غنشوفوا بالعينين ديال الناس اخرين او غنسمعوا بودنين ديال الناس اخرين. وتعلمت تشوف الناس، تلقى الناس وعاملهم كيف انت بغيتيهم يعاملوك، وسمع منهم وشوفهم انت، هاد حكم عليهم. ماشي نبقاو حنا قال لي سمعت شاف هو، واش شفتي انت؟ ما شاف والو. واش سمعتي؟ ما سمع والو. هو جاب ما عرف من نزل عليه الوحي مي كان ناعس غير باش يتسمى راني تنعرف شي معلومه على واحد الشخص او شخص اخر باش كنزرعوا الكراهيه بعضياتنا للاسف. احسنت اخويا رشيد، ما بغيتش نطول لان يمكن ختامها مسك. اش غادي نقول لك؟ مرحبا بك اخويا كريم. يطرح واحد التساؤل، لان اي واحد فينا يدير واحد الدقيقه ويطرح هذا السؤال ويدير واحد المقارنه، غير هو الراسو يدير واحد المقارنه، يقول شحال انا الهضره كنهضر في النهار وشحال ديال العمل اللي انا كان يعني العمل ولا السلوك مقارنه بداك الشيء اللي تنهضروا، داك الشيء داك الافكار. لان كاين دي ستاتستيك تيقول لك بان في النهار راه كاين 60000 فكره اللي كدوز في الدماغ. تخيل معايا. نعم. 60000 فكره في الدماغ ديال الانسان غا كدور. نعم. يعني داك الشاط اللي تيطرى بين الدماغ، يعني شحال قدك انت تحصي باش ما تبناش شي فكره خاويه تتخرج عليك سنين تدير 60 عام 60 عام عاد تتفيق وكتقول انا حياتي ضيعتها. عاد ساعات يولي بنادم يدخلوا الديبرسيون ويدخلوا شحال من حاجه. فالانسان مزيان يدير هذه المقارنه، لان غادي تلقى الهضره بزاف والديران والو، غتلقى الديران ناقص وغتلقى الهضره بزاف. الانسان من الاحسن علاش هو؟ لانه الديران صعيب، لان هذه مساله الكراهيه، لان شحال من واحد مثلا غتلقاه تيكره ولكن ملي غتجي تناقش معاه راه خصك معاه حصه سي رشيد. غادي يغلبك هذو كاع، ما تناقش معاهم، ما تناقش غير غلبك. وانت تكون شوف انت تكون هذه 70 عام وانت كتقرا وهو ما عمرو شاف المدرسه، والله تيغلبك. يغلبك تماما. هذاك ما تحلش ليه الباب، ما تناقش لا معاه ولا معاه، قول له انت واعر السلام عليكم. سير الطاقه تاعك ديال شي حاجه اخرى. تماما. والحمد لله والشكر لله ملي كنلقاو ناس
واعيين وقاري. انا كان يعني كان 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 ايزيتي باش نقول قاريين، لان القرايه بحد ذاتها ليست معيار. لا لا الانسان غادي راك عارف كان امنش بها شخصيا. الله يعزك اخويا رشيد، الحمد لله ملي كنلقاو ناس واعيين وقدروا، لان حتى مساله التعلم راه مساله طبيعيه، ولكن كاين تعلم والتعلم، يعني كيفاش انت تخوض في الافكار ديالك، انت تبقى تفكر فيها واش هادشي صحيح ولا لا. كريم قبل ما نخليوك باش نعطيو كلمه الناس اخرين، تفضل بارك الله. تنتلاقى بناس وتلاقيت ناس حتى هما عندهم شواهد عليا و و و و، ولكن الدماغ ديال شي واحد ما عمرو شاف ما عمرو شاف الحضاره، ما نقولش ما عمرو شاف المدرسه، ما عمرو شاف الحضاره، يعني ما يمكنش تحاور معاه، ما يمكنش. صح، التفكير قديم منين جابوه للاسف. داكشي انا كنامن بالوعي وكنامن بالحوار والنقاش، يعني كنهضروا كنهضروا ببروده، قاري ما قاريش ما تهمنيش، كنتحاوروا، كل واحد عنده الراي ديالو، كل واحد عنده الفكره ديالو، كتحترم وكتناقش، كل واحد عنده ما يقول فينا. غير واش غنتبعوا العلمانيه ولا غنتبعوا هادي. وكي قلتي انت كان قبل ما نخليك تمشي كتقول احنا دائما، باش ناكد لك واحد الكلام اللي قلتي، احنا دائما في الحلقه ديالنا تنبداو دائما تنقولوا بالله هذا البرنامج راه لجميع المغاربه، قاري ما قاريش، واعي ما واعيش، جالس مع باك، جالس مع امك، جالس مع وليداتك، راه كنضرب واحد الدارجه بيضاء، يعني كل محترمه، كل شيء كيفهمها، ما كاينش تبرير. وكل ودائما تنقولوا بالله جلس مثالي البرنامج، عطي راسك واحد الخمسة دقائق، او هاد اللايف عطي راسك واحد الخمسة دقائق وفكر واش استفدت شي حاجه، شنو هي الكراهيه، واش انا كنكره راسي، واش كنكره الوطن، واش كنكره شي واحد، ان هذيك واحد الطاقه غير كنلوحوها تنضيعوها. شكرا الاخ كريم، ونتمنى نشوفك مره اخرى ان شاء الله، وسلم على قنيطره الا شفتها. اكيد اكيد، ولا جيتي امريكان، ولا جيتي امريكان مرحبا بك، والف مرحبا. شكرا، الله يبارك فيك، شكرا، تبارك الله عليك، شكرا شكرا. كي قلنا قبل ما نعطيو الكلمه للاخ واخت، تنظن فاتحه هي النوبه ديالك ياك. فاتحه اخت فاتحه، نتمنى ما تكونش نعساتش. الله ايوا قلنا كيف ما تكون نعسات. شوف قبل ما السلام عليكم. وعليكم السلام فاتحه، دقيقه ما نعستيش بعدا ياك، ما نعستيش؟ لا فايقه، تنبان لك، تنبان لك. لا فايقه الحمد لله. واش كنبان لك؟ كتباني لي. علاش الاغلبيه اللي كيطلعوا في اللايف ما كيبينوش وجههم؟ علاش ما عرفش؟ علاش فينا هاد القضيه في المغرب؟ علاش ما كان النساء كنفهمكم، كاين اللي على ظروف والى، مي كنهضروا عامه، علاش ما كتطلعش بالفيديو؟ السلام عليكم، معكم فلان ولا فلانه من ما نعرف منين، ومرحبا، وكندخلوا في الموضوع. راه الحوار كنبغي نشوف لك في عينيك كي كتشوف فيا، ما عندنا حنا ما نخبيو. واحد النقطه اللي بغيت نشير لها من بعد نعطيوك الكلمه فاتحه، اوكي. شحال ديال الناس كيصوموا ياك، وشحال ديال الناس كيمشيو للجامع، وكاين اللي كيصوم رمضان. راه اللي كيصوموا الاول اللي قلت باش ما تقولوش هذا راه كينتقد، راه اللي كيصوموا ديك اللي كيديروا الاثنين والثلاث والاثنين والخميس وزيد وزيد، وكاين اللي تيصوم رمضان وكيعطيو الزكاة، ولكن هذا الشيء كله عند هما عند راسهم راهم مسلمين والى اخره. هذا الشيء كله تنضربوا لهم انا في الزيرو، هذا الشيء كله عندي انا باطل ما خدامش. علاش؟ حيت كل نهار كيرتكبوا عدد ديال الذنوب، عدد ديال المعاصي في حق شي ناس، وباش بأبسط المثال بفمهم أغلبية يخرجوا العيب، وهذا اللي كيجعلهم من أجهل وأبخت بشر على الكرة الأرضية، وهذا الشيء اللي كيجعلهم كيخسروا الحياة ديالهم دابا ما عايشينهاش، وكيخسروا الحياة ما بعد الموت إلا كيآمنوا بالحياة ما بعد الموت. حيت عدد ديال الناس راه ما بقيناش عارفينهم واش هما هنا ولا لهي، وزيد وزيد. راه الصوم يعني ما تتاكلش، كتصوم. راه ما كينحصرش غير على الجوع، يعني ما ناكلش راني صايم، او عدم الاكل غادي نقولوا احنا، ولكن الصوم خاصك تصوم على الكراهيه، هذا هو الصوم، وتصوم حتى على نشر الكراهيه، وتصوم فمك ماشي كرشك،
الفم ديالك اللي خصو يصوم. هكا الا بغينا نزيدوا للقدام. شخصيا ودائما تنقول ان انا فيا الجوع، ومي تنقول الجوع ماشي الجوع ديال الكرش، الجوع ديال الدماغ، حيت الا كلا هذا وشبع راه حتى هذا كتشبع، ولكن هذا هو عندي مهم على هذا، ناخذ على الخبز والماء، ولكن نعرف نتحاور، نعرف نهضر مع الناس، نعرف نحترم ونقدر الظروف ديال هذا. ولكن ما حبنا الكرش ديالنا خارج علينا ومعدبانا، راه ما غنزيدو حتى شي حاجه، وما حدنا ما كنستثمروش في العقل ديالنا ونتعلموا القواعد ديال الحياه، الايديولوجيات ديال الحياه او فلسفه الحياه، او والله ما غنزيدو حتى شي خطوه، بالله ما غنزيدوش. استثمر في نفسك، سير قرا بنادم، سير وعى، سير تلاقى مع ناس متفتحين، سير تلاقى مع الطبيعه، وسير تلاقى مع راسك حتى انت الا بغيتي تزيد للقدام. رشيد عندنا شي ضيفه وضيفه باش نشرب الماء. هبطت واخا ناخذ ضيفه اخر، يمكن الريزو ولا شي حاجه، ماشي مشكل. تفضل اخي انس. قالك حتى العباده ما كايناش في المسجد حتى تخرج من المسجد. وشوف راه شنقول لك، العباده راه فاش كتخرج من، خصك فاش تخرج من المسجد تكون مزيان، تكون تهضر في الناس، دير بزاف د الحوايج، داكشي اللي تدخل تستغفر في الجامع، وتخرج تعطي شي حوايج تقرقير واخا كيدخل وراه ما كاين لا خشوع لا هذا، تيخرج وهو في الجامع وعقلهم تقلب بحال حاجه. السلام عليكم الاخوه اللي في الكيست اخر شيء. مساء الخير. السلام عليكم. منين كتعيط؟ منين كتعيط انس؟ من دوله مدينه؟ كاين في انجلترا في لندن. مرحبا اخ انس، شنو هو التدخل ديالك؟ بغيت نشكرك اولا حيت كدير هاد لي لايف، يعني شكرا لك. شكرا. قال ما تجد، فهمتي؟ يعني كاينين الناس في المستوى في المغرب وكيخليو واحد الفراغ، كننتقدوا السوشيال ميديا، كنقولوا راه كاينين الحشرات بزاف، ولكن راه الطبيعه تخشى الفراغ، فهمتي؟ يعني انت كتخلي الفراغ في السوشيال ميديا، اذا شنو بغيتي السوشيال ميديا باش تعمر؟ فهمتي؟ يعني الا كانت عندك واحد الفكره ولا عندك ما تقول، دير لي لايف وبريزونتي، راه غادي يجيو الناس. انت كتشوف تبارك الله راه كاين لايف دابا فيه واحد 400 ديال الناس كتتبع. نعم. راه دونك الناس راه باغا الافاده، خاصنا ناخذوا المبادره. لا كاين الناس، لكن المغاربه كثار اللي تيبغوا الافاده، كيبغوا يستافدوا، كيبغوا يفيدونا، كيبغوا يتبادلوا مع الاراء، موجودين تبارك الله، ماشي حنا غادي نهرسوا. تبارك الله عليك الاستاذ راشد، والله كنحييك على هذه المبادره. شكرا. وكنشكر الناس تما اللي كيشاركوا معك، اللي كيبارطاجيو معك الافكار في الكيس. شكرا لك. شكرا. على الموضوع ديال، كتهضر على الموضوع ديال الكراهيه. نعم، هذا هو الموضوع ديال اللايف، حيت انا ما جيتش، يعني يلا دخلت في اللايف موضوع الكراهيه، وحتى دابا ما بغاش، بغيت نحط هذاك كوبي كولي بالعربيه باش تبان، صح؟ ما كتبتها بالفرنسيه، ما بغاش تدوز ليا بالعربيه في اللايف. موضوع كيفاش نتغلبوا على الكراهيه، ياك؟ والكراهيه عامه عندنا دابا تناقشوها. نعم. الريزو ما عندكش؟ عنديش الريزو. اوكي، عاود دخل وخرج، عاود نطلعوك عاوتاني، وريت شي المخرج يعاود يطلعك، خرج ودخل عاوتاني، ماشي مشكل. ناخذ شي ضيف اخر بلا ما قد الاخ انس الريزو ديالو طلع. فتحة ما هضراتش. فتحة مساء الخير. مساء الخير. رجعتي؟ فين مشيتي؟ وعليكم السلام. لا الارسال كان عندي ضعيف. واخا، فين كايناش؟ من دولة ولا منين كتصلي؟ من مكناس، من المغرب. من المغرب. اوكي، مرحبا. شنو هو التدخل ديالك؟ التدخل ديالي هو ان الكراهية هو شعور ناتج عن التربية وعن عدم قبول الاخر. حنايا كانت حنايا في الانسان جميعا عندنا واحد النقطه سوداء في القلب ديالنا، هاد النقطه سوداء الا قمنا، الا ما سقيناهاش واحد الماء طيب او غديناها بالاخلاق، تتكبر وتتولي عباره عن حقد وحسد وكره للاخر. ولكن
الا قمنا الا 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 طعمناه الا ما طعمناهاش بهذا الاخلاق وهذا، اذا تؤديو الى نمو الكراهيه والحقد فيما بيننا، وهذا الحقد وهذا الكراهيه يؤدي الى تفرقه وعدم تطور المجتمع. الحب عطاه الله قيمه كبيره، حتى انه جعل من بين الذين سيضلهم الله يوم القيامه اثنان تحابا في الله. يعني هنايا كنشوفوا العظمه نتاع الحب. يعني ربي قال لك الى جوج تحابوا في الله انا اللي غادي نضلهم بضلي. نعم. اذا لماذا انا اتساءل، لماذا نكره بعضنا البعض؟ نحن في هذه الدنيا هي عابر سبيل، ما غادي ندوا معنا حتى حاجه. تنخلقوا عريانين وترجعوا عريانين، اذا علاش غادي نكرهك وتكرهني؟ علاش؟ لماذا؟ والسلام عليكم. شكرا شكرا للتدخل ديالك. نجاوبوا على الاخت، عطيوها الجواب على السؤال ديالها، علاش كنكرهوا بعضياتنا؟ تفضلوا الاخوه اللي حاضرين والاخوات اللي معنا، علاش كنكرهوا بعضياتنا حنا كشعب مغربي كمغاربه؟ ما كنهضروش على الانسانيه، كنبقاو على بعضياتنا. عافاك انا براسي كنحاول نحلل ونفهم، فهمت سطا ولا كي تيقولوا ليها ما نعرف، والله ما فهمت والو. علاش كنكرهوا بعضياتنا؟ هاد الكراهيه راه واحد الطاقه كتضيعها بزاف، كتضيعها في شي حوايج، خطوات الشيطان. واكبر شيطان راه هو بنادم. انا بعدا ما عمري تلاقيت شيطان بالصح، تلاقى بنادم اللي شياطين عندهم افعال الشياطين. شكرا على التفاعل ديالكم الاجوبه. شنو خير رشيد؟ نعم. وشنو هي الاثار، اثار الكراهيه على الانسان ولا على المجتمع بشكل عام؟ اثار الكراهيه راه هو اكفس حاجه، راه هي اللي تنهضروا عليها، علاش كنكرهوا بعضياتنا؟ علاش؟ ما فهمتش. الاثار غادي نقدروا نشوفوا الاثار النفسيه هي الاولى، حيت الكراهيه في حد ذاتها كتاثر بزاف على الصحه النفسيه ديال الفرد، انك كتولي بعض المرات كتاثر ليه او كتراقب كتكونترولي ليه المشاعر ديالو، واش كيطير هذا السيد، حيت الاغلبيه تيكون عندهم واحد ضغط نفسي او مرض نفسي، هادو هما او اضطرابات بحال القلق والاكتئاب، ومشارجين هاد الناس هادو مشارجين بالطاقه السلبيه او المشاعر السلبيه. من بعض التاثيرات كتقد تكون حتى تاثيرات جسديه، حيت بعض الدراسات بينات بلا ان الكراهيه تمكن تزيد حتى من المستويات ديال التوتر والاجهاد عند الانسان. وهذا شنو كيدير لك؟ كيدير لك واحد كيولي عندك ارتفاع في الضغط ديال الدم، والزياده بالخطر ديال الاصابه بالامراض ديال القلب. شوف الكراهيه شنو غدير لك يا بنادم بزاف. كاين الاثار اللي كتقد تكون اثار اجتماعيه، والاثار الاجتماعيه شنو كدير؟ اما كيولي هذاك اللي تكره كيوسوس عند الناس، دوك تيوليو كثار هادو اللي تيكرهو او كيكرهو واحد الانسان او واحد المجموعه او واحد الشيء، وهذاك او هذاك. وشنو كيدير عاوتاني داك الانسان اللي كيولي كيتكره او كتمارس عليه الكراهيه، كيمشي لواحد العزله، كينعزل، ما بقى باغي يتلاقى بحد، ما بقى ما غيهضر مع حتى شي واحد. من بعد كاين داك العنف والتمييز. ملي كنهضروا على العنف والتمييز في الكراهيه، هي ملي كتولي داك الفرق ما بين هذا من هذه المدينه، هذا من هذه المدينه، هذا كحل، هذا ابيض، هذا يهودي، هذا مسيحي، زيد وزيد. هذا هو اللي كيعطينا واحد الكراهيه اللي كتشتتنا. والكراهيه عامه كتشتت، واللي فيه شي كراهيه غيمشي يداوى، يمشي يقلب ليه على شي حل. راه هذا هو الموضوع ديال اليوم، عالج راسك. ما عرفتش شحال عندنا دابا، واحد 420 واحد. الا كان شي واحد هنا تيكرهني الله يرحم الوالدين، كون صريح قولها وقول علاش. الا شي واحد هنا تيكرهني، انا
شي حاجه من حقك تكرهني فهمتي، ما عندي حتى شي مشكل. يقول لك تنكرهك وها علاش، خاص واحد تكون عنده الجرأة عاوتاني فهمتي. هنا عندك دابا عندك الامكانيه، ام سليم قالت لك انا علاش كتكرهيني، مرحبا كل شيء كنتقبلوه احبك في الله، لا اللي كيحبوني في الله انا كنحبو، حتى اللي تكرهوني عزاز عليا انا، الله يشافيكم وصافي، ما كاين حتى شي مشكل. كل واحد قال لك، قال لك واحد قال لك فيه الغرور، واش عرضتي عليه وما جاش؟ والغرور هذاك حتى هو خصنا نديرو عليه موضوع، واحد شد تيقارو سد عليه مديها في حياته، هذا هو الغرور. ما تعرفكش اصلا، ما تعرفكش، ما جلستش معاك، ما هضرش معاك، جلستي معايا قريتي معايا الامور، انا كان تنتعصب عليهم، انت ما كتعرفنيش اصلا. لا ماشي مشكل، ماشي خليهم، ماشي مشكل. بغيتك تدير مع الضامه اوا لعب معايا الضامه، وما لعبتش حتى معاك انت، بعدا ما لقيناش حتى الوقت نلعبوها. الجواد هذا اللي صديق وقريب، واحد اخر ما تعرفوش يقول لك لعب معايا الضامه مسالين، وماشي مشكل. واحد الغرور مازال ما طلع لي والو. كان اي توك بليز، ان شاء الله غادي يطلعك ريتشي، حنا غاديين مع الموضوع. شكرا على التدخلات ديالكم، وحنا غاديين تنمشيو. قال لك هو كيعرفك من خلالك الشيء اللي كيشوف هو، غاد بصح كنهضروا عا كنشوف والله كنشوف كان... نعم هذا شوف انت دابا الثقه كتعرف شنو فيها. الاخ اللي معنا دابا حنا شوف تنهضروا على هذا الموضوع اللي تيهمنا كلنا، انت دابا تاكدتي علينا هذاك الشيء اللي قلنا بالله راه كينطبق على المجتمع المغربي، كنسمعوا بودني الناس اخرين وكنشوفوا بعيني الناس اخرين. انت اكدتي بالله راه حنا هادشي اللي ناقشنا لحد الساعه راه حنا على صواب للاسف، يعني ما استفدتي والو الاخ، مع كامل احتراماتي كون استفدتي كون راه قلتي لا راه كنت كنفكر هكا، ولكن راه درت اعاده النظر. واحد الانسان اللي فيه الغرور غادي يخلي حياته ويكتب ويقرا وداكشي اللي تيدير، ويجي يعطيك واحد الساعة ونص يهضر معاك أو يدير لك محاضرة أو يعطيك شي حاجة لإفادة للأسف. شوف الحياة كلها قبل ما بغيتيش الانتقاد. نعم كيك ما بغيتيش الانتقاد، لا انتقد من حقك، لا ما كي، ولكن تنبغي الانتقاد ديال الانتقاد البناء، شي حاجة في الميدان اللي كيخدم فيه، شي حاجة اللي كيديرها ماشي في الغرور. واش انا غنسلم عليك ولا ما نجي نجلس معاك باش نقول انا ما مغرورش؟ يمكن وكان الشيء اللي كندير واش ماشي هو هذا؟ كنهضروا على الانتقاد البناء، اما باش تقول لي انت واحد الانسان مغرور يعني ما تتعرفنيش شخصيا، واخا راك بلا ما تعرفني راه دخلتي لسي جوجل راه غتلقى شي حوايج وغدير اعاده النظر، غير بالفن. ولكن ماشي مشكل، الدنيا هاني حكم عليا كما بغيتي من حقك، ما حد الحوار محترم دنيا هانية، راني متقبل وساكت. راه شوف الحياة ما تنسوش، الحياة ديالنا هي واحد التحضير أو الاستعداد للموت، أو كي كنقولوا لا في تون بريباراسيون ا لا مور. ومن الأحسن أي واحد فينا حيد عليك الكراهية، سير غسل شوية، سير دو كي كندوشوا دوك اللي كيدوشوا نهار مرة ولا جوج في النهار، يعني كي كندوشوا باش نغسلوا ونلبسوا حويجات زوينين ونتلاقاو بناس ونعطيو واحد الصوره زوينه اللي خاصها تكون هي الحقيقيه. شي شامبان تحيدتي؟ شامبان تحيد الغرور؟ كاين شي شامبان تحيد الكراهيه؟ لا ما كاينش، انا غنخدم عليه، انا غنشوف مع شي اصدقاء تيخدموا في لي لابوراتوار غنشوف اللي يصنعوا لنا شي شامبون او شي عصير تيحيد الكراهيه ونديروا عليه السميه ديالنا كلنا ونبداو نبيعوه. يلا اللي بغى يشارك في المشروع. نعم كيحيد رشيد حتى لا بيتي زومان اكزاكتومون. كاينه فاتي كتسولك كتقول لك اشناهي وي الغرور كتكتب الغرور هو. وانت بنت فرنسا، انت بنت فرنسا ماشي انا. انا العنوان تصيدت كتبته، انت بنت فرنسا. فكري غادي نقلبوا لك الاخت فاتي. شكرا على التتبع ديالك، وراكي واحد المتتبعه وفيه. شكرا. الغرور هو لو بريتونسيو فاتي، هو لو بريتونسيو.
لا ماشي ايغويست، ماشي ايغويست، لا بريتونسيو، بريتونسيو اكزاكتومون، ياس بريتونسيو. شوف كي قلت لكم الحياه ديالنا هي واحد التحضير، اون بريباراسيون للموت، مي غنمشيو. ومن الاحسن ديالنا نستثمروا، من الاحسن نستثمروا في الحياه ديالنا، ولكن نستثمروا بالحوايج زوينين، نديروا الخير، نساعدوا الناس، نحلوا بيبان، نكونوا اصليين، نكونوا اللي كتشوفني. ما قالش يدير الخير في راسه، والا هذاك غادي نجي ولا يدير على الخير في راسه، وتكون خير اصلي، في راسك. ما تعطيش واحد الصوره وتعطي صوره اخرى للناس. استثمر في الحياه ديالك باش ملي تمشي للقبر ديالك هذاك الشيء اللي درتي راه هو الاول غتلقاه مفرش لك، هذاك هو الفراش الواعر مفرش وتي عينك. اما لا بقيتي في الكراهيه وزيد 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 غتمشي تلقى داك الشيء حتى هو تي عينك، والله عمي راه تي عينك داك الشيء كيدور. ان الانسان الواعي راه ملي كيسمع بحال هاد اللقاءات، غنسميهم حنا لقاءات مع خوتنا كنتلاقاو، الانسان الواعي والناضج راه تي كيستثمر في راسو، كيفيق بحال هاد لي لايف، تيضربوه شويه كيضربوه بالتصرفيقه او بالتبربيقه كي كيقولوا في مراكش، باش كيفيق تيقول اه انا كنت شاد واحد الطريق غلط، كنت كنكره واحد الانسان او واحد الانسانه او واحد الشيء. خصك دير اعاده النظر في الحياه ديالك باش تستثمر، استثمر باش تلقى مولانا. من بعد راه ما كاينه الشوايه. وشكرا. ناخذ الاخ شريف. ياك شريف مساء الخير. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. مش من دوله ومدينه؟ انا يا خويا راه غنطلع لك في راسك، انا راه كل مره معك. انا ما تيطلع لي حتى شي واحد في راسي، كون هاني. شوف ما عندك حتى فين تشد. لا شوف انا عندي هنايا لا انا سابقك، انا تندهنها بلا كريم يعني، والو كتضرب كتزلق. الله يبارك، ما تخافش. مرحبا معك شريف. ايطاليا. لا مرحبا اخ شريف. مرحبا يا سحلبات الشباب، كلشي بخير. كي غادي البيزنس؟ مرحبا، غادي مزيان الحمد لله. والوليدات غادي حتى هما في البيزنس؟ ثانك. وخصك ديرنا شي درس شي نهار على البيزنس، نوريو الدراري اللي بغاو يبداو ولا شي حاجه. راه تبارك الله تنضر عندك كنقولوا عندك الامكانيات. بارك الله فيك اخويا رشيد. انا فعلا كننافس دوك التفاهات في التيك توك، كنحاول واحد المحتوى اللي هو نورمالمون كيفاش تبدل طريقه التفكير ديالك، المايند سيت ديالك. نعم. عبر التجاره، انا كندير التجاره في امازون، وكنعلم الشباب اللي بغى يدخل معنا الجروب، اللي بغى ينقي راسو، اللي بغى يدبر على راسو، كنقول لهم والو كلشي ممكن، كلشي ممكن. شوف اسمح لي نقاطعك شاري، ملي كتهضر على امازون، انا تيكتبوا لي امازون داك عندهم شي لعيبه ديال انفلونسر ولا شي حاجه ياك. يس. تتفهم فيها طبيعه الحال، حيت كيكتبوا لي باش نخدم معاهم هاد اللعيبه. انا ما كنفهمش هذاك الشيء، انا امي في هذاك. هي نورمالمون ملي كدير لهم واحد لا بوبليسيتي ولا اي تيعطيوك شي برودوي ولا شي حاجه. فوالا دابا نورمالمون انا غادي عندك السي رشيد، نقول لك رشيد خويا غدير معايا مزيان، كندير واحد البرودويات، غتجيهم لعندك، غدير لهم واحد الصويره كذا كذا من هنايا، ومن بعد غتحط هذاك الليان، وعندك كل مبيعات ديالك عندك فيها واحد البورتفونتاج. اوكي دونك هكاك خدامك، كتبوا لي ديما ما عمري تصورت لهم، ما كنفهمش باش ندخل معاهم. وي ولكن الحمد لله. انا شنو كندير؟ انايا كنشجع الشباب، ولكن نشجع الناس اللي كيقول لك ما كاين ما يدار، ولكن نعم. الحمد لله كاين ما يدار. على اي ما نمشيش البعيد على الموضوع. يلا مرحبا، صافي مزيان الموضوع. بغيت نعطي الراي ديالي انا عند الكراهيه. نعم. وهي الكراهيه، انا تعلمت مؤخرا لما كندير شي حاجه لنفسي. مثال انايا غندير واحد، غيجي عندي واحد السيد ولا غيجي واحد بنادم غيقول لك اوكي شريف انايا بغيت ندير واحد المشروع، ولا انا بغيتك تعاونني ولا هادي. الا شديت ودرت هذيك الحاجه لنفسي، مثال عطيتها ليه وقلت انا راه غندير ديك الحاجه، نعم، ومن بعد وقع المشكل، اش كيبقى فيه الحال؟ نعم. انا تعلمت هذه، ولكن لما كنديرها في سبيل الله، ابتغاء مرضاة الله، لوجه الله، ما كيبقاش فيه الحال. نعم. علاش؟ حيت كنقول صافي هذيك الحاجه درتها. مثال الاخ رشيد،
نورمالمون هي فاش كتقول بانه الانسان لما كدير واحد الحاجه خالصه لله ما كيبقاش عندك مشكل. نعم. كدير واحد الحاجه وانت هاني مع البدن ديالك مع العقل ديالك مرتاح. نعم. الحمد لله الحمد لله. ما كنعايروا حد، ما كنسبوا حد، ما كنخونوا حد، الحمد لله كنديروا واحد الوسيله اللي باش نغيروا ولا على الاقل ندير واحد الحاجه اللي هي لله عز وجل. نعم. الحمد لله فضلا من الله عز وجل. الكراهيه الكراهيه كيف ما قلت لك كتخلي الانسان كيعيش مضاغط على راسه، ما كيتفتح، ما كيعطيش، ما كيوصلش الفكره اللي خاصو يوصلها، ما كي كيبقى محدود، وداك الشيء كلشي كيبقى عنده محدود. نعم. الحمد لله الحمد لله. غادي غنقول لك عاوتاني في البرودوي دابا كتلقى بزاف ديال الناس، كتلقى بزاف ديال الناس شنو كيديروا؟ كيديروا في داك الشيء ديال التجاره ولا في شي دومين، ساد على راسو، ساد على راسو ما باغيش يوري الناس. انا اكثريه انا اش كنقول لك؟ نقول لك ها البرودوي اللي خدام به، ها فين كنخدم، ها ملي كندخل نوض حتى ودير بحالي ولا كون خير مني. عرفتي علاش؟ نعم. عرفتي علاش؟ حيت رزقي ماشي بيدك انت، هو بيد الله عز وجل. ولكن خاصك تحرك ساعه تحرك. اكيد. نعم. اكيد اكيد. كاين اللي تيناعس نهار كله وتيعاينو يدخل ليه مش ترجم. هذيك الحاجه. وكاين الحاجه بانه الانسان باغي يدير بالزربه، باغي يوصل بالزربه. انا عندي في هذا الميدان تقريبا 5 سنين. تبارك الله. 5 سنوات. نعم. ومازال كنتعلم. انا دابا في البيسي ديالي كنتصنت ليكم. نعم. وكتدخل الصرف وخدام على راسي. ها الصرف ها الصرف اللي حاطو كنتوحشو. هذيك هي الرجوله مزيان هضراو. وخدام على راسي. حنا ما مدخلين والو، حنا مدخلين مخدامين على راسنا في دماغنا، كنستافدوا من الناس اللي معنا. لا 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 لا، شوف والله العظيم الكلام اللي كتعطي، الكلام شكرا. اللي غيشدو ويخدم به غادي يوصل، سواء في البيزنس، سواء في الحياه ديالته، سواء في الحياه ديالته اليوميه غادي يوصل. ولكن الى بقى عايش هذا مالو، هذا علاش، هذه سبحان الله سبحان الله. كاين اللي تلعب دور الضحيه دائما. فوالا ما غادي دير والله، ما تحرك الا بقيتي في هذاك الدور ديال الضحيه. نعم نعم. وهذه كتوقع لي اخويا رشيد لما نعم. كندير لايفات، وانا الحمد لله دابا كندير لايفات ومعايا ناس الله يبارك. نعم. بداو في الدومين. نعم. دامين الحمد لله. غير هو كنقول لهم اوكي راه المايندسيت هو كل شيء. بطبيعه الحال بطبيعه الحال هذه ما كتناقش، المايندسيت خدم عليه، كاينش اللعب. المايندسيت انا نيت كنشوف دابا مازال الحمد لله كنقرا، مازال كنقرا على التنميه، ولا كنقرا على كنشوف بحال ما لي بودكاست، كنشوف بحال ما الحوارات ديالو، كنشوف بحال ما الفيديوهات ديال الناس اخرين. نعم. كنتعلم منهم. عوض ما غنخدم انا، نخدم واحد الموسيقى ولا هذيك، كنخدم واحد الكتيب حوار، كنخدم. نعم. واحد البودكاست حوار. نعم. كنخدم واحد الحوار. داك الحوار شنو كيوقع لي انايا بشويه 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 بشويه، كنلقى راسي واحد الخطره كنهضر، كنضرب هذاك الكلام، كنقول اوا كيفاش تعلمت هذه الهضره هذه. نعم. هو سبحان الله الدماغ ديالنا كيميموري. شوف بكثره الاحتكاك مع الناس اللي هما ايجابيين، بكثره الحوار مع الناس ايجابيين في المكالمات او المعشره، وبكثره بحال دابا تتمشي اللايفات، البودكاست، يوتيوب، الناس كيهضروا او الكتوبه، بكثرة ما كتقرا كتسمع، راه من بعد غتولي كتهضر بحالهم وكتفهم. نعم. بحالهم وكتحلل او كتفلسف بحال هذوك الناس لله. نعم. 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 واحد. نعم. شكرا الاخ، كان داز حدايا واحد الميساج شي اخ او اخت وقيله كتبوا قال لك اعطيني الكتاب ديالك، راني عايش في السويد او عايشه في السويد، اعطيني الكتاب ديالك. وقيله داز حدايا القبيله. تفضل كمل عاد نجاوب على السؤال ديال الكتاب. المهم خلاصة شكرا اخ شريف، خلاصة بارك الله فيك اخي، وبارك الله يبارك فيكم اجمعين ان شاء الله. خلاصة ان شاء الله، الله عز وجل كيقول لنا لا يؤمن المؤمن، دابا غنغلط فيها سمحوا لي يا شباب، لا يؤمن المؤمن حتى يحب للناس ما يحب لاخيه.
ما يحب، ما يحب لنفسه اللي نحب للناس. دابا انا مشات ليا، اسمحوا لي للناس او لاخيه، ماشي مشكل، تفسير هذاك عادي. لا يؤمن المؤمن حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. نعم، شكرا، هذه هي الخلاصه. الله يبارك فيك، بون ويكاند. شكرا، مرحبا بك دائما فوق ما بغيتي. مرحبا، مرحبا. شكرا، الله يبارك فيك. شكرا، الله يوفقك، مع السلامه. شكرا، شكرا. كيف قرات واحد الميساج طلع حدايا القبيله على واحد الاخ او اخت كتب وقيلة انا عايش في السويد، داز طلع اعطيني كتاب. راه كتبوا لي الناس كيسولوا على الكتاب. شوف الكتاب، الكتاب ديالي لا غادي يخرج نهار 22 او 26. هو نورمالمون راه دابا صافي بداو تيديروا ليه الاشهار. الكتاب غادي يخرج نهار 26. دونك الى معنا اخوان او اخوات من السويد ومهتمين بموضوع ديال الاجرام او الاجرام اللي طاري في السويد دابا، راه الكتاب غادي يخرج نهار 26. راه ديجا بداو تيديروا ليه الاشهار، او لا دخلتي للسوشيال ميديا ديالي او وسائل التواصل الاجتماعي ديالي راه غادي تلقى فين يمكن يتشرى ولا هذا ولا هذا. يعني ما غاديش نقد نعطي لك حيت ما عنديش انا براسي. سولني واحد، سولوني قالك واش انت اللي كدير ليه الثمن شحال باش تبيه؟ لا لا، انا ما شوف، انا عندي العقد، العقد كيدار مع دار النشر، والحمد لله درته مع وحده من اكبر او من الربعه الكبار ديال الديور تاع النشر ديال السويد، وهذا صراحه شرف ليا انهم تعاقدوا معايا. هما اللي تيقروا، هما اللي تيقروا كل شيء، يعني شحال غيسوى الكتاب، هما اللي تيديروا ليه كل شيء ديالو. كنقولوا انا كنكتب وتنعطيهم، هما كيتكلفوا. ومن اللي كنشرط او تنقرر هو اللي مكتوب فيه، وتنظن الناس تاع السويد غادي يعجبهم الحال. ومن الحوايج اللي كدار، حيت دائما كتكتب واحد التعريف ديال الكاتب، ومن النقاط اللي اكدت عليه هو تكتبوا ضروري تكتبوا سويدي. انا راه اكثر من 30 عام وانا سويدي، تكتبوا سويدي من اصول مغربيه. يعني في الاول ما كانوش دايرين من اصول مغربيه، دايرين رشيد سويدو، كنقولوا سويدي عادي. ثم لا غتزيدوا من اصول مغربيه، ان لا ينسى الاصل ديالو، يعني راه تيكره الاصل ديالو. كيما كنترجمش لا، مازال الكتاب الكتاب غيخرج في الاول بالسويديه. وتنظن دار النشر ان هذاك المشكل تاع الاجرام اللي حللت او بحثت فيه في السويد هو اللي كاين في اوروبا دابا بزاف، وكاين في عدد ديال الدول بحال امريكان او كندا او هادو، مي في اوروبا كثير. يعني كاين الامكانيه، هما اللي غيتكلفوا يمكن يترجم لغات مختلفه، ان فيه المشاكل استراتيجيه ديال التحليل، وفيه حتى الحلول. هذا اللي كاين، يعني الناس تاع السويد اللي مهتم بهذا الموضوع تبع السوشيال ميديا ديالي. نهار 26 راه صافي غادي يخرج، راه بداو تيديروا ليه الاشهار ديجا. شكرا. ناخذ نادر منامي، مرحبا، مساء الخير. ما نقدرش نشريوه، ما نقدرش نشريوه، كونتربوند مشات شري كونتربوند. ودابا اش غديروا مع هذا كتاب بغى يشري كونتربوند؟ يلا الاخوان اش ديروا مع هذا؟ شكرا لكم، الله يكبر بكم. شري كونتربوند عاودوا فيه البيع. واش دابا دابا واحد 15 عام خذوا دوكازيون. الله العظيم. والاخوان دابا شو هذا المخرج هذا اش غديروا معاه؟ قال لك اسيدي بغى يشري الكتاب كونتربوند وروز دي سابل. قالت لي صبر واحد الشيو، خذ دوكازيو قديم قرا عاوتاني حتى قدام. بحال شي وحدين كانوا تيديروا في المغرب، كنت عايش في المغرب، كي تيبقاو يدوروا على جورنال واحد تيشري. صرا غير الشيخ رشيد غير وصلنا غندوزو على الكاع، غندوزو هاي القضيه ديال الفقاس. غنقرا نعطي له هذا يقرا غيشري. وما درناش، ما درنا لا باس معكم والو نتوما. رشيد واحد السيد من قبيله هو كيقول لك انا من مدريد، مصطفى من مدريد، يمكن هو البسودو ديالو هو غاجارو ليبغا. وشنو غندير ليه؟ غاجارو ليبغا ما عرفت، قال لي دوزي ليه الميساج من قبيله، هو كيكتب لي دوزي ليه الميساج. نطلع ونشوفو مع ريتشارد. شكرا شكرا، حيت ما تسمحوا لي ما كنقراش الميساجات كلهم، حنا غاديين معكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. تصيفط لي في الواتساب صاحبي وما تطلعنيش معاك. الله يلا شو اخوتي شويكم بسرعة. نعم تحياتي السير رشيد، تحياتي معك مصطفى من مدريد اسبانيا.
مصطفى هو مثلا عارفش انا تيك توك ديالك شنو فيه، وداك ملي كيمشي اش كنقولوا ملي كنصيفط هذوك لي ليان ديال اللايفات كيمشيو لا ماس يمشيو للجروبات. يا لا مرحبا الاخ مصطفى، مرحبا. انا نسيت كمل تحت. الحمد لله ونشكرو، انت لاباس عليك، اش اخبارك؟ كل شيء بخير الحمد لله. لا تفضل الكلمه، اعطي الكلمه للاخوان. انا تنشد هو اعطي الكلمه للاخوان، انا نشد النوبه مع الاخوان. لا راه نوبتك، الاخوان اللي معنا راه هما الفريق ديالنا، كنقولوا هادو احنا فريق واحد، المؤطرين والمشرفين. من الريتشي عندنا المخرج، عندنا غوز دي صاب الاخصائيه معنا، وعندنا الدكتور العالمي حيت معايا في الفريق تنقولوا. تحياتي شكرا. تفضل انت هو الضيف ديالنا دابا. شكرا. مصطفى مشيتي، ما كناش نسمعك. مصطفى مشيتي. دكتور ناظر عندك شي تدخل؟ كنهضروا على اللاين الكراهيه اليوم. وي تتكثر بواحد الدرجه مهوله خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، لان دابا ولينا ترى والله اعلم واش هناك ايادي خفيه من وراء هذا الشيء، لان هناك تنضم بعض المنصات تنشوف يعني نفس المواضيع، نفس الطريقه ديال السب، نفس الطريقه ديال انهم يزرعوا الفتنه، نفس الطريقه. تنقول تنضم ان كاين هناك تنسيق بين هاد المنصات. لان كمل لان هاد الناس فقط انهم تزرعوا الكراهيه ما بين الشعوب وما بين حتى من نفس يعني البلد، من نفس البلد. والاهداف الله اعلم، انتم عندكم خبره سي رشيد في هذا الشيء. الاهداف اشنا هي؟ الله اعلم. هل هناك احد من وراء تمول هذه المنصات من وراء هذا الشيء باش ان تكون كراهيه؟ حتى في الدول الاوروبيه راه ولينا نعيش في اسبانيا، راه ولينا تنشوفوا مع اليمين المتطرف واليسار المتطرف، ولينا تنشوف واحد عاد بدات تكثر الكراهيه. ولكن انا تيهمني دول العالم الثالث وخصوصا شمال افريقيا، كيفاش هناك عده منصات في مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت الهدف ديالها اليومي هو الفتنه والشتم والسبت، لانهم تزرعوا الكراهيه ما بين ما بين ما بين الشعوب. وانا سؤال لي هذه الكلمه ديالي، وفي نفس الوقت سؤال لك السي رشيد. شوف هذه النقطه اللي ذكرتي الاخ مصطفى، هذه النقطه جد 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 مهمه وهي واقعيه. كاين ايادي خفيه كي قلتي، وكاين حتى منصات اللي خدامه على هذا الشيء هذا، وكاين حتى صحافه اللي خدامه على هذا الشيء هذا، كتزرع الكراهيه. نعطيك غير مثال عادي، شحال ديال المعلومات اللي كتسمى كتكتبها بعض الجرائد او بعض القنوات كتسمى فيك نيوز. فيك نيوز يعني واحد المعلومه او معلومه نسميوها او واحد الخبر غلط كيخرجوه على واحد الانسان او على واحد المنطقه او راه باش كيخلقوا بعض المرات الفتنه والكراهيه. نفس الاستراتيجيه كيستعملوها ايادي خفيه وبعض المنصات او المنابر ديال الاعلام. راه الكلمه اللي قلتي راه زعما التدخل ديالك راه في محله، وهذا الشيء اللي كاين اللي خدامه على هذا الشيء، وكاين اللي كيتخلص باش كينشر هذه الكراهيه على واحد الشخص او على واحد الشعب او على شي حاجه اخرى. كل واحد والمصلحه ديالو. نتمنى الاخ مصطفى راني جاوبتك على التدخل ديالك. لا كلام يعني صحيح، لانك عندك انت تجربه في هذا المجال، وانت واحد الانسان مختص في هذا. شكرا لك سميتو. ولكن دابا المشكل انا، لان كمغربي نعم، ونمشي واخا غادي نمشيو لواحد كمغربي، ما يقع بين دول شمال افريقيا هذا راه غادي يؤدي لشي كارثه من المستقبل. لا اتحدث على غدا، اتحدث على الاجيال هذه اللي طالعه. اشنو هو الحل؟ الحل باش نوقفوا هذه الكراهيه وهذه الفتنه، شنو هو الحل كنخبه؟ انتم كنخبه كدكاتره، انا واحد انسان اراقب مواقع التواصل الاجتماعي وارى، ولكن اريد نصيحه باش انني الا دخلت شي مكان يمكن لي انني، لان مستواي النيفو ما كتعرفني سي رشيد، ولكن الحمد لله تقفين وتنقرا وشي شويه الحمد لله. فلهذا اشنا هو الحل؟ الحل دابا خصنا اننا نوجدوا حلول. شوف كي قلت الكراهيه راه حنا وصلنا لواحد المرحله ديال الكارثه، لدرجه ناخذوا الجزائر والمغرب. حنا كنقولوا كي كيقولوا هما خاوه، حنا راه خوت، حنا كاع كيف ما كاينش الفرق.
كتلقى بعض السياسيين الفاشلين في هاد الجهه وهاد الجهه هما اللي جالسين كيتقاتلوا بحال شي فرارج بيناتهم، وكل جهه عندها الصحافه ديالها وهذا الصحافه، وكل جهه فيها واحد الناس مكلخين وناس اخرين مكلخين ما فاهمينش هزينها كي كتقلق اللي كنقولوا ومنوضين الحرب وتزرعوا الكراهيه. اللي مثبت مثبت راه ما كيتبعش هذاك التيار، راه كيبقى هنا. علاش؟ علاش نكره واحد الانسان؟ كاين مشكل سياسي يجلسوا الارض يفكوه. اش دخلني فيه انا نتقاتل مع الظلم والماكله؟ اش بقى نسب انا الجزائري والجزائري كيسب في المغاربه وزيد زيد؟ هادشي ما خصوش يكون. هذه الاولى. الحل الواعر راه دائما ترجعوا ليه هو التربيه والتعليم. التربيه والتعليم هادو هما الحلول. التعليم راه عطاو الباب قتله ما بقى تعليم، والتعليم اللي كاين باقي في بلادنا حنا تنقولوا هو داك التعليم الخاص. كاين اللي تيخلص على ولده ما بين 3000 حتى 10000 درهم في الشهر، وعاد تزيد المراجعه قال لك تخلص عليه 10000 درهم وعاد تزيد عليه 3000 حتى 5000 درهم باش واحد الاستاذ معلم يراجع معاه. يعني اش كيعلموه في القسم؟ والو، زيرو. الا مشى ولدي ونحط عليه 10000 او فين كاينه هذه؟ الحل الوحيد هو التعليم، التوعيه، التحسيس في الدار وعاد المدرسه. هذا هو الحل اللي كاين. ما كاينش، خاص الشعب يمشي هكا ما يتبعش هذوك. سي رشيد غادي نكون، هذه اسمح لي غادي نقاطع، غادي نكون معك اليوم شويه مشغب، ولكن دابا التعليم تدخل مفقود. باش نعطيو كلمه الاخر. واخا انا تدخل، التعليم مفقود، ولكن نعم. انا اناشد النخبه انها تدخل بالصوت ديالها والصوره ديالها في مواقع التواصل الاجتماعي، لعلها يمكن لها تحقق شيء، لان الانسان ما بقاش بيتعلم، الانسان نعم. فقط ولا متبع مواقع التواصل الاجتماعي واصبح قطيع للاسف نعم. الشديد نعم. للاسف الشديد. وانا النخبه اللي خاصها انها تدخل، وانها لعلها وعسى تنقذ ما يمكن انقاذه. استسمح السي رشيد. لا شكرا، كاخر تدخل. شوف النخبه اللي تنقدوا نديروا الناس اللي متقفين او واعيين او شنو غنسميو على حساب النخبه اش كتقصد بها، هو بحال هاد اللايفات كنديرهم تنوعيو راسنا، كنغديو الفكر ديالنا، الناس اللي كيتبعونا كيتبادلوا الاراء معنا. ونتمنى راه ملي كيسالي اللايف كل واحد فينا كيحط راسو كيجلس واحد 5 دقائق وكيدير اعاده النظر، استفدت شي حاجه؟ واش يمكن نولي واحد الانسان ايجابي صالح لراسي، صالح للوطن ديالي، او صالح للمجتمع او المحيط اللي كنعيش فيه؟ هذا هو اللي نقدو نديرو. حيت بعض المرات ما نقدوش نديرو شي حاجه كبيره، حيت حتى النخبه اللي كنقولوا النخبه الا حاولتي تجمعها هي براسها ديك النخبه غتلقى فيها البارازيت اللي ما باغيكش تجمع. وكاين واحد الجهات خفيه غادي باي طريقه غتزعزع هذاك الاجتماع باش ما تجمعش. شوف حتى دابا عارف اوروبا الا بغيتي دير جمعيه ديال المغاربه باش ديروا شي عمل نقولوا خيري او شي حاجه، ما سهلاش ما سهلاش والله ما يتجمعوا لك. وحتى لا تجمعوا مشاكل غتوليو كتقدوا تحاولوا تقدوا هذاك المشاكل. نتمنى راني جاوبت على التدخل ديالك، ونعطيو الكلمه للدكتور عالمي الا عندك شي تدخل او قصدي صابر. شكرا. دكتور رشيد بريتشي غزدي صار فجارو مساء الخير جميعا، تبارك الله عليكم. كنت صنت رشيد دو كانتانير ناندرا كنشي كتسمعوني صوت دايز؟ لا كنسمعك وي و عرفتي دابا انا جو سوي بيسيميز زعما باش القضيه تزيان وداك الشيء. ما نظنش غادي الكراهيه غادي تزيد وتكبر وتعشش مزيان مزيان مزيان، لا شك لا شك فيها. ونقول لك حاجه، حتى هاد لي ريزو سوسيو اللي خلاهم يدخلوا في ديور الناس، وحتى هو زعما يجيني داخل في البرنامج في البروجي ديال زيد اخوتي شويه زيد ديفلوبي الكراهيه ما بين الناس، وزيد ديفلوبي زعما كل شيء ضد الأخوة وضد الحب وضد يعني مفاهمة ما بين الناس. الناس والله ما بقاوش قاع يتلاقاو في الشوارع، كل شيء خايف. دونك انا كنظن باللي كاين 3 ريزون هاد الكراهية هادي. لا ريزون الاولى نظن الخوف، الناس ولات تخاف وزايده وتخاف اكثر.
الخوف من الآخر. وعندك وسي عندك واحد ما يبغيش حتى نفسه، كاره نفسه هو بعدا. دونك كيف تعرف راه بنادم الاخر راه غير المرايه ديالك، يعني ان انت ما كتبغيش راسك وشايف راسك زيرو، راك ملي كتشوف الاخر كيجيك بحال المرايه كتشوف غير في راسك انت، راك تشوف فيه هو. دونك كيف كتكره راسك انت غادي تكره هو، هو كيوريك انت كيفاش داير. وما نساوش لا كونديسيون الثالثه اللي هي الغيره. الغيره اخويا رشيد، الغيره والحسد وي اي اي واش بزاف اشات تيغيرو التقريعه التقريعه تيغيرو اخويا رشيد ابسط الاشياء. خذ شي طاكسي مثلا وهضر معاه مزيان وكذا يوصلك للدار، يشوف الدار ديالك زوينه صايب كنتو مزيانين. هو كره هو ولا يكرهك ولا هو زاد لك الطريق كنتو ضعيفين كنتو كضحكوا هو والله يكرهك. الغيره اولها الغيره، اولها الصدمه الكبيره اولها الغيره. كل واحد سي نورمال يخاف يتخالط مع ناس ويخاف يتلاقى مع الافراد ديالو نورمال. جام حيد الصوت. ولكن فوالا هذا الشيء كيداوى، ومن الاحسن الواحد الا شايف راسو مريض بهذا الشيء يشوف كيفاش يعالج، حيت هذا الشيء راه الي ايتوفون ما يخليكش كياخذ لك الوقت بزاف. واه كره الطاقه ديالك فوالا، وما ديفلوباش، ما غاديش تعيش حياتك، ما غاديش تزيد لقدام. تيوا لا الا كنتي فريمون زعما دير بهذيك الكراهيه شي حاجه اللي مفيده، سير حارب. كاين فين تحارب في هذه الارض هذه؟ كاين ما فين الا غير تكرهها باش تكره، غير باش تكره في المدينه ديالك وفي الناس اللي مدورين بك وما داروا لك حتى حاجه، راك غادي غير تمرض راسك وصافي. فوالا فوالا دونك مي جو سو بيسيميست، ما عرفتش نقولها بالعربيه، جو سو بيسيميست اللي بغا يترجمها. وقيل متفائل كنظن. ايوا اكثر من متفائل، تنظن متفائل راه ضد ديال بيسي بالضبط. ايوا صافي صلحوا علينا، الله يرحم الوالدين الا سمحنا الا غلطنا. فوالا سي سا العربيه على قد هو ضد متفائل متشائم. متشائم لقيتها ياك هي هذيك متشائم، لقيتيها انت لقيتيها ماشي انا. انا متشائم هذاك العقل العقل الغير الواعي تيصيفط ليا تيرد ليا داك الشيء ديال اللي قرينا في الله يعطيك صحته وغيحتفظ به مزيان الله يحفظه. لا لا ما تخميش، النهار كله تيطريني الدماغ والله ما تيجلس ما نخليهش يعقل. ولكن القرايه ديال المدرسه ديال الحكومه، القرايه ديال المدرسه ديال المعقول اللي قرينا في الستينات والسبعينات وشويه في الثمانينات هي اللي باقا خدامه عندنا، حيت كانت المدرسه كان المعلم معلم كيحب العمل الشريف ديالو، ما كانوش كيعطيو العصا حدا البرلمان، ما كانوش كيتكرفسوا عليه، ما كانوش كيوقفوه. ولكن اش نقول لك، للاسف كنتاسفوا كنبكيو على شنو طاري في الوطن ديالنا اللي انت ما درت له والو وما يبغيكش. نعم كي غادي دير لهذاك اللي انت ما داير له والو هذا شي حاجه وتكرهك ما يبغيش وما كتعرفوش بل تعرفك انت الصديق. قلت لك كي غادي دير له هذا باش تقتلو انت الاول؟ لا خلي راه هو ميت ميت، راه ما عايش، حيت هو عايش غير بينا حنا. دوك اللي كيهضر على تكرهك راه عايش غير بينا حنا، هو راه ميت وما عارفهاش. ولكن الغريب في الامر هو ملي كتلقى ما كتلقى الناس تيكرهوا شي ناس او شي واحد كيكره شي ناس وتيتلاقى بناس اخرين تيتزيدوا في الكراهيه بلاص ما يديروا عقل بنادم. يقول احبس اخويا ما تسمعنيش هذا الشيء، ما تعيطش ليا تكره الناس او تهضر على الكراهيه او كتهضر في شي ناس، سير الدواء اخويا ولا سير تعالج. لا كندخلوا باش تنزيدوا حتى حنا في الكراهيه كنسخنوا الماتش. اعوذ بالله. واضعف الايمان اضعف الاسئله، واحد كيكره شي واحد على شي حاجه، اجا خويا كتعرفو جلستي معاه خدمتي معاها قريتي معاها، غايقول لك لا. لا اغلبيه غايقول لك لا. لا وملي كاين من جاب هذاك الشيء ما نعرف ما حاملكش على قميجه حيت وسخ، هو وسخ. الوسخ ما نضحكش عليه. ميغوار رشيد هذوك كدير لهم لي في ميغوار،
كيشوفوا راسك كيشوفوا بدون سبب كيشوفوا راسهم فيه. دونك هو وسخ كيشوف وسخ كيشوف راسو كيشوف سكين نابا بيوت سكين سورا جامي سي سكي فا لو ديرونجي و سي سكي فا انجندري هذيك لاين. حيت بعض المرات الحضور ديالك كينفي الحضور ديالهم، يعني غيكرهوك بطبيعه الحال ما يبغوكش كاع تحضر في هذيك البلاصه. عبد الله يحفظ الله يحفظ راسي. سا بي تري دونجورو، سا بي اتر لا ان خصكم تعرفوها، سا بي تري تري دونجورو. غتوصل للقبر، غتوصل للقبر بزاف كاع بزاف بزاف للاسف. والتعليم راه كشتو كي ولا التعليم راه مشى، يعني الاساس ديال كل شيء ديال التربيه راه مشى. هذا للاسف ما كاين والو، غادي انت يعطيو البابا العصا فين غنمشي والله اعلم. لكن شي تدخل سهام، مساء الخير. مساء النور عليكم جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش من دولة ومدينة؟ الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بك. شنو التدخل ديالك؟ شكرا. التدخل يعني يعني هي عموما كراهية غريزة إنسانية ما نقدروش نكروها، ولكن هي كنشوفوها كتكون فينا احنا اكثر كشعوب دول العالم الثالث او الشعوب العربية، يعني بجوج كعربية إسلامية عربية مسلمة، كتكون فيهم كراهية لحقاش كيكون مجتمعات فارغة. يعني بنادم عنده ما يدار باش يكون ملهم على راسه، ينمي من راسه، يطور من راسه، كيبقى حاضر الآخر اش عنده اش كيدير، وعلى داك الأساس كتلقاه كيكون الحقد، الحقد كيتطور أو الحسد أو يعني كاع هاد الغرائز الإنسانية كيتطوروا حتى كيوليو كراهية. يعني ما كتلقاش كراهية في هاد المجتمعات اللي غير مسلمة بين قوسين كما كنقولوا لهم، مشغولين بالعكس كيفرحوا لك ملي كتنجح، كيشوفوا عليك شي حاجة كيفرحوا لك، كيشجعوك بزاف الحوايج. يعني فاش حنا خاصنا كاللي كنقولوا على نفوسنا احنا مسلمين خاص يكون فينا هاد الشيء، ولكن هاد الشيء ما فيناش. يعني كتحسد الانسان على اقل اشياء، يعني حقه في الحياه كتقدر تحسدو كاع علاش هاد الانسان موجود في الدنيا، فهمتي؟ يا ما كاين ما يدار، هاد السبب ديال انه ما كاين ما يدار. لو كانت الناس حنايا كشعوب دول العالم الثالث او شعوب عربيه عندنا ما يدار، خدامين عندنا فاش نتلها، وما تلقاش تلقى كل واحد مشغول براسو، ما عنده لا شي كره ولا كتكره داك الانسان، داكشي اللي كتكرهو راه عندك حتى نتايا، فهمتي؟ وكتربى فينا من الصغر، من الصغر هذا الشلح، هذا عروبي، هذا الشمالي، هذا ما عرفت اش، هذا هادي، هذا عرج، هذا كتربنا فيه من الصغر، لا شعور يلا اراديا كتولي نتايا وكتربى فينا حتى في الدين. الا كتشوف حتى في الدين راه كتقراونا كاينين ايات اللي فيهم الكره، اللي فيهم كراهيه الاخر، بزاف الحوايج. يعني داكشي من الصغر من الصغر من الصغر خاصك واحد الدري بحال شي نبته كتسقيه باش يولي خضر ويولي ويكبر وهذه وهذيك، حنا لا كيسقيونا بالكراهيه وبالاشياء التافهه، كنكبروا لا شعوريا بالزمنك غادي تكره الاخر على لا شيء. نعم عندي لك واحد الامتحان غير مباشر. يلا سير الله. لا انا غادي نقول واحد الحاجه بالانجليزيه، انا ما كنبغيش نهضر بلغات مختلفه ملي تنكون في اللايفات ديالي، تنبغي ندرج. ولكن دابا شديناك امريكان، ما شديناش واحد من اسبانيا كون عطينا شي حاجه بالاسبانيه. هذا ماشي امتحان، انت غديري الترجمه شنو غنقول بالانجليزيه، ومن بعد نشوف واش غتجيبها هي هذيك ولا غادي نقاده. اوكي يلا سير. انت اسمعي، بلاتي نقاده في دماغي حيت بعض المرات كندوز من لغه للغه. Never have to worry. نعم. Yeah, go ahead. تفضل. Never have to worry about running into any toxic person. Never have to worry about running into any toxic person. I have يعني cut off. أنا مازال ما ساليش. أنا نكمل لك. هو الاول غتقدري ديري I never have to. I never يعني شخصيا I never have. في الاول I've cut off of avec OFF I cut off cause
they can't afford where I go or how I live. خديتها كلها. I cut off كمل after I cut off. I cut off cause they can't they can't afford where I go. They can't afford. Afford. Okay. Where I go. Where I go. And how I live. Okay. Or my lifestyle. Or يا لا تفضلي يا سهام بلاتي بقاو معنا الاخوان اخوات. Okay, hold on, my lifestyle. يا الله خير. بالدارجه بالدارجه العربيه واللي معانا عاوتاني عنده مع الانجليزيه تفضل نخدموا خدموا الدماغ ديالنا هنا راه ماشي كنبانوا على بعضياتنا والهير جات حنا نخدموا شويه باش كنبدلوا الريتم. So اولا بديتي قلتي I have never to worry about any toxic person يعني yes. عمرني ما نتسوق انسان سام سلبي واحد الانسان اللي ما غاديش يضيف لك توكسيك يعني مسموم يا انسان سلبي عمرني ما غادي نتسوق ليه او نهتم بداك الانسان السلبي I cut off cause the يعني قطعت العلاقات مع هذاك النوع. تفضلي اسمحي لي اديت لك خدمتك كملي كملي. يعني اي داك النوع السلبي اللي ما غاديش يضيف لك يعني سديتي عليه الباب. ما كيهمني يقولوا فين مشيت شنو درت او ما هو نوع حياتك نظام حياتك your lifestyle. يعني هذاك النوع ديال انا باش نكمل لك دابا هذيك خدمتك ترجمه خدمتك هذاك النوع ديال الناس انا سديت معاه قطعت معاه العلاقات وما تنحلش الباب وما كاينش اللي كيزعم عليا بداك النوع ديال الكراهيه والهضره في الناس وباش قطعت عليهم هذاك الباب طريقه باش عايش ما يقدوش عليها وفين كنمشي ما يقدوش عليها حتى هي حيت ما كيستثمروش في راسهم كيستثمروا في الهضره على الناس. نتمنى الميساج راه وصل الاخوان correct. وشكرا للاخت سهام على الترجمه ومرحبا بك مرة أخرى ترجمي معنا. ما كاين حتى مشكل في أي وقت في أي وقت و... شكرا شكرا على الاستضافة. أفيك بليزير شكرا شكرا أي. شكرا ريتشي هو عادة غادي نحاولوا نصبروا اليوم نور عادة كنساليو مع 11 ونص اللي هي 10 ونص تاع المغرب وعاد عندنا الأغنية ديال الأخ هبال ما عرفتش واش حاضر معنا ولا لا اليوم يمكن ما يقدش يحضر ولكن صيفط لي الاغنيه ديال الحلقه ضروري خاصني نطلقها كاخر تدخل غادي نبدا نوجدها. ريتشي معنا شي ضيفه وضيفه مرحبا معنا دلال اميره مساء الخير دلال اميره عليكم. وعليكم السلام شمن دوله كتصلي بنا الله يبارك فيك شكرا شمن دوله كتصلي بنا أو مدينة؟ بارك الله فيك المغرب واش مدينة؟ المغرب علاش المغرب مدينة؟ قلت لك شمن مدينة؟ أكادير أوكي تفضلي أنا بتقول كم؟ لا تفضلي التدخل ديالك وقيلة توصلني الهضرة مع الطلع أو مكرزو دخلي وعاودي خرجي خرجي وعاودي دخلي ولاش كيقولوا لها خرجي وعاودي دخلي غوز دي صابر عندك شي تدخل إضافة تعقيب غوز دي صابر لا هذاك شي اللي كاين هذاك شي اللي كاين تقال لا راه سمعتك قالوا الدكتور نادر وقلت حتى انت يا تبارك الله عليكم ولي في ميغوار والإنسان خاصو يخدم على راسو لأن الانسان اللي كيكون حقود وكيكون عنده هذا الغل وداك الشيء ما كيحسش به لانه هو ديجا كيكون اون ديتريس كراهية اخويا نعم كنتي كتكره عباد الله طلع اللي كيكره يطلع اللي عاش شي قصه الكراهيه اللي دفعته لشي مرض نفسي او شي حاجه يطلع يقولها حنا غنزيدوا واحد شويه عاده راه 15 دقيقه باش تفضلي صبرينا تفضلي الطاقم الموجود معنا الدكتور ناظر اخصائي غوز دي صابل ريتشي المخرج نصبروا شويه حتى واحد 13 دقيقه صبروا يوم الجمعه ماشي مشكل نديو معكم شويه الحسنات ونتمنى راكم كدعيو معنا وحنا حتى حنا كندعيو معكم مساء الخير ومرحبا بكم كيفاش نكمل
شكرا باش اخويا رشيد. باش نقول لك عطينا شي طريقه باش نديروا شي غوز دي صاب. رشيد المخرج غوز دي صاب بغا تقول شي حاجه. غير باش نكمل المداخلة ديالي حيت ربما غتكون هي الأخرى. الإنسان اللي كيكون حقود ما نزيدوش أن يفو با لاكابلي نزيدو عليه. حنايا خاصنا نشدو التساع ديالنا وندفعو داك الإنسان باش يخدم على راسو توتان سو بروتيجون. نحميو راسنا وندفعو داك الإنسان باش يخدم على راسو لأنه هو أصلا كيكون متضرر قبل ما كيضر. هذاك الشيء علاش ملي كيشوف شي حد قاري لابس مزيان الله يجعلك ما تكون شاري غير قميجه من البال ومصبنها وصالحه مزيان كتبان لي حسن من هذيك اللي سيني ولابسها هو. دونك المعيار ديال داك الشيء اللي في راسو ماشي هو المعيار اللي كيكون عند الناس الاخرين. شكرا. ما جبتي واحد الحل ارجع لك المخرج حتى هو كل شيء حتى هو الحلقه. انا ارجع للسؤال تاعك جبتي خذ راحتك اخر غادي نقول لكم مساء الخير ومرحبا بكم جميعا. الموضوع ديال اليوم احنا راه بدينا مع 10 توقيت المغرب 9 نو 10 توقيت تاع اوروبا 9 توقيت المغرب. الموضوع هو الكراهيه. راه تكتبات بالفرنسي حيت بالعربيه ما بغاتش تكتب مع التيك توك راه توقيت المغرب. الموضوع هو الكراهيه. راه تكتبات بالفرنسي حيت بالعربيه ما بغاتش تكتب مع التيك توك راه التفاعل ديالكم معنا. ونتمنى اللي عنده شي كراهيه يمشي يدير اعاده النظر. انك كدير لك بزاف ديال الطاقه ديالك الطاقه. ونتمنى اللي عنده شي كراهيه يمشي يدير اعاده ديال الطاقه اللي حنا كنهضروا عليها. واللي بغى يسمع راه غدا ان شاء الله كنحطوها في اليوتيوب في القناه ديالي ديالتو اليوتيوب ويمكن تدخلوا ليها وتسمعوها. هذا هو اللي غادي نقول لكم. ودائما مرحبا بكم. باردون راه كنديروا لايف بالتأطير ديال الإخوان والأخوات اللي معايا بالمشاركات ديالكم. كنديروا نهار الثلاث مع 10 الليل توقيت ديال أوروبا ونهار الجمعة 10 الليل توقيت أوروبا. وراه دائما كنديروا الإعلان على الموضوع واحد النهار أو يومين قبل. يعني دخلها في الأجندة نتعلم ونخدموا بهذه الطريقة. دخلها في الأجندة كي كتكتب أنا غنمشي لهذ البلاصة غندير البلاصة. نهار الجمعة راه كاين واحد اللايف مفيد أو هذا وغادي نديروه وكتحضر في هذاك النهار وكتجي في الوقت. باش حنا كنمشيو مع التسلسل ديال الحضره راه عندنا طريقه ديالنا كيفاش كنطرحوا الموضوع باش كلشي كيستافد. حيت بعض المرات كنكونوا حنا صافي قربنا نساليو وتيتدخل شي اخ او اخت وتيردنا لا والاسباب ديالو هذا وداك الشيء هضرنا عليه. دابا كنمشيو باش نختموا الحلقه غادي حنا في اتجاه ديال الختام. تيبان لي الاخ هوبر راه حاضر يعني راه هو اللي غيدير دي جي اليوم ماشي انا. شكرا على الحضور ديالك. غادي نحيد انا الموسيقى اللي كنت شكرا عزيزي رشيد. شكرا للمشاركين والمستمعين. اليوم راني مبرونشي من الاستوديو دونك غادي يقدر يبان لك داك الشيء يقدر يكون الصوت شويه متغير ولا شي حاجه ولكن ولا برونشيت كل شيء. هذا الشيء هذا انا راني قلت لي ما تكونش انا راني وجدت راك غندير للناس ديسكو. برافو برافو ديسكو. احسن تلقوا عليهم ديريكت. دونك اش نقول لك في هذا الموضوع هذا تفضل ونعطيو الكلمه للريتش. تفضل انت يلاه جيتي تفضل. اوكي دونك بالنسبه لهذا الكراهيه هي واحد المنتوج ديال الخوف. الخوف كيجي من الجهل. الجهل كيعطينا الخوف والخوف كتعطينا الكراهيه والكراهيه كتعطينا العنف. الاشكاليه ديال هذا التنشئه كيفاش الاسباب ديالو كيفاش كيتصنع هذا الكراهيه في المجتمعات. عندك سيدي واحد التنشئه الاجتماعيه اللي هي خاطئه. عندك الجهل والتعصب. عندك الفقر والتفكير في المجتمعات. عندك سيدي واحد التنشئة الاجتماعية اللي هي خاطئة. عندك الجهل والتعصب. عندك الفقر والتفكير يتعنفر عليه. عندك عاوتاني السياسات
والدعايات التحريضيه ملي كتكون السياسه ديال كذا كذا كرهوا هادو ولا هادو لا يصلحوش هادو فهمتيني. وموضوع شائك جدا. وعاوتاني كاينين التجارب الشخصيه اللي هي سلبيه. هاد التجارب الشخصيه عند الانسان كتدير لي هذاك الكراهيه. والاسباب ديالها بيان سور معروفه، هي الخوف من المهجور ولا من المجهول، وعندك التربيه والتنشئه، وعندك الصراع سميتو على الموارد ملي تيكون شي واحد عنده الاعاقه والاخر ما عندوش. ومهم داك الشيء راك عارف دوك المشاكل الاجتماعيه كاملها وكيفاش يقدر الانسان يتغلب على هذا الشيء. هذا عندك التوعيه والتعليم اولا، عندك التعاطف، عندك التواصل، انسان يكون تيتواصل مع الاخر يحل مجال ديال المجادله والحوار ولا ديسكوسيون والتقبل ديال الاخر. هذه عاوتاني عندك المصلحه ولا العفو، الواحد يكون يعني تعامل مع الانسان كما بغيتيه يتعامل معاك. اسمح لي نقاطعك دابا، انت هضرتي على كل شيء ما خليتي الناس اخرين ما يقولوا، جبتي الاسباب جبتي كل شيء اون جينيرال. غادي نخليك في الموسيقى، ما جيتي مؤخر هادشي كله جبدناه فهمتي. اكزاكتلي باش ما نطولوش حيت بغينا نخليو الوقت للموسيقى تاعك باش توصلنا وتقولها لي يعني معكم. لا انت دي جي انت هو كل شيء عاوتاني في الموسيقى ديالنا. ريتشي كان عندك شي تدخل او عندنا ضيف اخر؟ بقينا 4 دقائق. شنو هي الطرق باش لمكافحه، بغينا شي طريقه باش لمكافحه الكراهيه، الحلول مثلا؟ شوف بعض الحلول. شنحيدوا الكراهيه؟ شكرا. مساء الخير ومرحبا بالجميع، وقربنا نساليو الحلقه ديالنا. شكرا لكم على التدخلات ديالكم، على بعض الهدايا اللي كيسيطوا بعض الاخوان والاخوات. والموضوع ديال اليوم راه هو الكراهيه. راه تيبان ليا كاين بزاف ديال الناس اللي باغيين يطلعوا من الجهه ديالي كيبانوا عندي، ما عرفتش عند الريشي شحال الناس كيبانوا ليك. يعني موضوع متشعب، يمكن غنقدروا نكملوه ماشي غنعاودوه غنكملوه، ولكن ما كرهتش الناس اللي غيطلعوا ان شاء الله المره الجايه الا وافقتوا كيجيبوا قصص الكراهيه. اما تقول لك انا كنت كنكره الناس، كنت كنكره هذا، ها علاش؟ او الناس اللي تعرضوا للكراهيه وتسبوا في عدد ديال المشاكل وامراض او شي حاجه. من باش نعطيو بعض الحلول او بعض الاقتراحات كيفاش نتعاملوا او نحاربوا او نبعدوا من الكراهيه باش ما نطولش عليكم. كيكون التعليم دائما حاضر، التعليم والتوعيه هادو حاضرين. نقطه واحده اخرى، حنا راه في الدين ديالنا راه ندخلوا الدين واخا ما كنبغيش ندخلوا، ان اللي دايرين الزبايل الكبيره هما اصحاب قال الله قال الرسول النهار كله، هو التسامح مثلا، التسامح والمغفره ما بيناتنا. واحد خاصو يتعلم لاداره الغضب، يعني عارف كيفاش تسير الغضب ديالك، كيفاش تتعامل مع الغضب، ماشي تخرجوا في ناس اخرين ولا تخرجوا في ولادك ولا هذا، ولا كتردوا كراهيه. انت كتكره واحد الانسان كتعادي ناس اخرين وهي غاده. تعاون اجتماعي، نبداو نحسوا ببعضياتنا، نعاونوا بعضياتنا، نكونوا عاطفيين مع بعضياتنا. الحوار هذا من الاساس ديال النجاح في الحياه. الحوار الصريح، حوار مع الناس جميعا، مع الزوجه مع الزوج مع الاصدقاء. شي واحد كتكرهو علاش غتكرهو؟ ما كاين حتى شي دافع علاش غتكره واحد الانسان. سير عنده ولا سير عندها وهضر معاه، ولا هذا شي حاجه ما عجبك، باش تخلي التراكم ديال المشاكل. الحوار المفتوح مهم، خاص هاد الكراهيه ما كرهش تقنن، تولي حتى هي واحد القانون. الا كرهتي وحصلتي غتودي. هادو بعض النقاط باش ما غاديش نطولوا. حنا نتمناو عطيناكم شي افاده بهذه الحلقه. على الاقل ديروا اعاده النظر، سيروا جلس مع راسك، خذ لك شويه ديال الماء، شرب عرقها ما راه فابور، خذ لك شويه ديال الاكسجين وفكر واش كنكره شي انسان، واش كنكره راسي، واش كنحقد، واش دوك لي سينونيم كلهم دخلوهم. ولا كان شي حاجه عالج راسك، ضرب في راسك الفقد، راه حيت كتمشي لك بزاف ديال الطاقه من العقل ديالك والطاقه من الجسد ديالك، كتمشي لواحد الكراهيه وما غتعطيك والو. الناس راه غاديين، والناس اللي كيكرههم شي واحد كنقول لكم واصل كمل، ما يحبسك حتى شي واحد، ما تخافش من شي واحد،
كمل في العمل ديالك، في القرايه ديالك، في العلاقات، الحب ديالك، كمل. راه دائما غيكرهك ولا غيكرهنا شي واحد، ما تعطيهمش الفرصه. وخلي الانجازات ديالكم هما اللي غادي يهضروا. وبنادم الا ما بغاش يدير اعاده النظر في الحياه ديالو خليه تما كيتركل. وهذه هي خلاصه القول. غادي نقول لكم نعطيو اخر كلمه للدكتور نادر غزي صابر المخرج، من بعد تنمشى هبال شا ولا بلا تنشوف اش ردوا. اخر تدخل دكتور نادر، مرحبا. وي ايوا بون، اون اون دي بوكو دو شوز مي سي فري. هاد الكراهيه هادي الواحد يحمي راسو كما قلت غوز دي صابل اول حاجه، حيت انت ما راكش هنا باش تداوي كاع الناس، وما تقدرش تداوي وما تقدرش تعاون اللي ما باغيش يعالج. هذاك اللي تحاسب اللي داك شي نورمال، نورمال يكره، نورمال يحسد، نورمال يغير، نورمال. وتم فيها حتى واحد لاباريس، يعني نكره واحد يعني سهله. واعر نوض سيدي ونخدم ونديفلوبي واحد المايند سيت اللي باش نزيد لقدام. هذيك واعره، هذيك خصك تقدلها. بقى جالس وتكره الناس، هذيك سهله سهله وفابور، ما زعما ما كانت حتى شي انفستيسمون. فوالا، غير شنو غادي تبقى غير تما الدور في بلاصتك. واليوم راك مصح مع هذاك بجوج متعاونين تكرهوا فلان، غادي كلشي غادي يهرب، كلشي غادي تبقى غير بوحدك، ولي زاني راهم يدوزوا وتوصل الى وصلتيها. توصل 50 60 70 75 عام 80 عام، وشنو درتي في حياتك؟ كرهتي الناس، هذاك الشيء اللي قديتي عليه، داكشي ما تعلمتي في الحياه. ايوا حياتك دازت زيرو باطل، ما درتي والو. وغادي يبقاو يزوروك الكلاب بحالك وصافي، وهادشي اللي كاين. شكرا شكرا. كي قلنا على الاستشارات، كي اللي كتب على الاستشارات، انا غندير الرقم، غندير الرقم دابا. واسمح لي اخي رشيد، غير لا فرستراسيون سيكسويل حتى هي كتلعب دور كبير، الكبت الجنسي هذا. هذا موضوع اخر، موضوع خاصو النقاش، خاصو النقاش. راني يلا حطيت الرقم ديال الاستشارات، راه كتكتب لواحد الفريق اللي عندنا. راه كاين مغاربه، كل اغلبيه كلشي مغاربه، اغلبيه مغاربه. كاين اخصائيين ودكاتره اللي كيمكن يوجهوك ويساعدوك ويعالجوا معك شحال ديال الامراض او مشاكل باللغه ديالك، بالدارجه ديالك، يعني ما تلقاش في شي بلاصه اخرى. كلهم جمعناهم، ماشي كلشي، المهم جمعنا واحد العدد، ولكن عندنا عدد اخر اللي يمكن يكون معنا. شكرا. غوز دي صابر، اخر تدخل، مساء الخير. اخر تدخل غير باش ندير الناس يخدموا على نفسهم، والناس اللي كيشوفوا راسهم كيبقاو مقابلين غير الاخرين كيل سيغو ميتون كيسيون، ويخدموا على راسهم، لان هما ماشي باش نقولوا مقباح وخايبين فعلا، لان الكومبورتمون ماشي الانسان اللي كيكون قبيح، ولكن الكومبورتمون ديالو اللي كيكون قبيح وما كنتقبلوش، هذاك هو لو مود اوبيراتوار ديالو، لانه ما عارفش واحد اخر. هذاك الشيء باش كنشجع الناس يخدموا على نفوسهم ويقلبوا على المعلومه ويقلبوا على لي زوندرو اللي يستافدوا فيها. كاينين لي لايف، كاينين لي فورماسيون، كاينين لي جون اللي كي بوف لي زيدي، ونعاود فاش يوري للاخر بالصبعو يحاول يخدم على راسو باش يولي بحالو، اديفو يولي بحالو، يجتهد على نفسه غير باش يخرج من ديك الدوامه، لان الدوامه ديال الكراهيه راه ستان سيركل فيسيو، وهذاك الانسان اللي عايش فيها ما كيكونش مرتاح اصلا، ما كيكونش مرتاح. فوالا، كنتمنى التوفيق للجميع. والله شكرا. ريتشي المخرج تدخل. واش نقول لك اخي رشيد؟ ارقل انا الكراهيه ما تنعرفهاش اخي، ما عنديش معاها، وما كنحس حتى بهذوك اللي كيكرهوني، ما كنعترفش بهم، يعني واخا انا ما تعرفش واش كيكرهوني ولا لا. شكرهم ايوا. وكنقول الكراهيه كتجي من ضعف شخصيه الانسان
كيكون الانسان ما قادرش يوصلك في المستوى ديالك، ربما تيكرهك حيت انت واصل عليه ولا عندك واحد المستوى اللي هو ما قادرش يوصل ليه. هكاك تيكرهك هكاك غير الشوفه تيكرهك. علاش؟ الله اعلم. وانا بالنسبه لي الناس اللي كتكون واصله كتعجبني، انا يعني الانسان تيكون واصل ولا عنده واحد المستوى زوين كمغربي كيعجبني، عندي شي محتوى زوين تنستافد في اي مجال، في مجال الصناعه، في مجال الكره، في مجال اي حاجه كتعجبني، شي واحد انسان واصل كيعجبني. انا ما كنكروش، بالعكس كنفرح نشوف انا واحد الانسان تنخليه يكون قدوه ديالي باش نتعلم منه اي حاجه، اي حاجه كنتعلمها كتعجبني. شي اللي كاين. شكرا الاخ ريتشيش. كنظن انا بلا ما نطول عليكم نخلي تنضر، احنا هضرنا بما فيه الكفايه. ما تخليوش الناس اللي عامرين بالسلبيات يبقى يخويو فيكم السلبيات ديالهم، الناس اللي عامرين بالكراهية يخويوها فيكم أو يعاديوكم. أضعف الإيمان، الإيمان. تعلموا كلمة لا وعلموها لوليداتكم، أو سد فمك علموها لوليداتكم وتعلموها تانتوما. اللي جاب لك شي خبار أو بغادة سدوا عليه الباب، اللي سد فمك سير بحالك، ما بغيتش نسمع، ما تعاودش ليا، ما تقولش ليا، راه تيخويو فيكم، راه غادي تطردقو، تيمرضوكم. كونوا قويين وقول لبنادم سير بحالك، ما تعيطش ليا، ما تكتبش ليا، ما بغيتش نجلس معاك، كون صريح باش ترتاح. غادي نخليو الاخ هبال وجد لنا واحد الاغنيه خاصه ديال الحلقه. شكرا شكرا، وكنشكرو كثيرا عليها، ونطلعوا العماريه خير ريتشي. شكرا شكرا شكرا. نسمعوا الاغنيه واحد المره. واحد دقيقه، واحد نعم. الاحساس حسيت به هو الكراهيه، واحد الاحساس مدمر جدا. واحد المره اللي حسيت به في حياتي هو انه حليت باب داري لشي بعض بين ابناء جلدتنا وجلسوا نعم. معايا، وكانت معايا الصديقه ديالي السويديه، وين فوا خرجت انا نمشي نقضي غراض بداو يتحرشوا بها. هذوك الناس كرهتهم، وكما قلت لهم ما عمركم باقي تجيو عندي، ضربت على الماري وسديت كل شيء. هذا الشيء غير غريب عليا. تحياتي لكم وشكرا على المجهودات اخي. شكرا لك على المجهود ديالك. شكرا. مرحبا اخي ديالنا. تفضل تفضل اخو برا، احنا كنعاينوا لينا، كنعاينوا هذه النقطه. كراهية تنتشر بين الناس، الحب دايما ينكسر، كلامهم سم وقلوبهم ظلام، ما في حب ما في سلام. وين الرحمة وين الأمان؟ الكراهية في كل مكان، مجتمع متخلف غارق في الجراح، والكره في القلب ما يبقى له مفتاح. يتكلمون عن الحب لكنهم بعيد، قلوبهم مغلقة ما فيها أي جديد، بينهم الحسد وفيهم النفاق، الحب ضاح وما بقى له رفاق. وين الرحمة وين الأمان؟ الكراهية في كل مكان، مجتمع متخلف غارق في الجراح، والكره في القلب ما يبقى له مفتاح. يعيشون في جهل وحب الذات، كل ما يعرفونه هو الجروح والافات، ينسون الانسانيه ويركزون في الخلاف، ويزيد الحب واشتعل الاشتباك. وين الرحمه وين الامان؟ الكراهيه في كل مكان، مجتمع متخلف غارق في الجراح، والكره في القلب ما يبقى له مفتاح. نحتاج للوعي، نحتاج للضوء، نحتاج نفتح قلوبنا للخير والعطاء، نوقف الكراهية نزرع السلام، لأن الحب هو المفتاح لفتح كل باب. شكرا شكرا جزيلا للإخوان والأخوات، شكرا للنصير ورشيد المخرج، شكرا على المجهودات وتحياتي لكم جميعا. شكرا لكم جزيلا. ملتقى يوم الثلاثاء الى موضوع جديد ان شاء الله. شكرا، تصبحوا على خير وبون ويكند. تحياتي. شكرا شكرا.